صباحكم خير وسعادة وفرح مشاهدي قنوات On Time Sports في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح On Time. طبعا بيكون معنا كل جديد كل الأخبار اللي إن شاء الله تنال إعجابكم على مدار الحلقة. ولكن في البداية عايزة أصبح على زميلي العزيز غانم. صباح الفل عليك يا صباح الخير عليك يا فرح، وأكيد صباح الخير على كل مشاهدينا. إن شاء الله حلقة حلوة كالعادة في صباح On Time، حلقة نتكلم فيها عن كل ما يدور في الساحة الرياضية سواء المحلية أو حتى العالمية، وأيضا بعض الأمور الخاصة بمنتخباتنا الوطنية اللي بتستعد طبعا للمشاركة في التصفيات، وهنتكلم عن أمور كتيرة جدا في هذه الحلقة من صباح أون تايم. نبتدي مع حضراتكم بالتأكيد كل أخبارنا الجديدة، ولكن في البداية كده عايزة أبتدي معاكم بموضوع غريب أو قصة هحكيها لكم، هي في إطار خبر ولكن ممكن الناس تتفاجئ شوية من نوع الخبر أو طبيعته، ولكن هو حقيقة. ممكن الحاجات دي تحصل، وآه ممكن نشوفها، وآه ممكن الواحد يوصل للمرحلة دي اللي ممكن تخليه غايب عن الوعي وعن الفكر، وإن هو يبتدي يتصرف تصرفات غريبة جدا لمجرد إنه مش شايف أي حاجة إلا إن الحاجة دي ممكن تفيده أو تعود عليه بمنفعة حتى لو كان على حساب أذية الغير. القصة دي بتحكي عن اتنين بنات لعيبة في باريس سان جيرمان، الاثنين بيلعبوا في خط الوسط، واحده منهم اسمها أميناتا ديالو ودي لعيبه في باريس سان جيرمان، اللعيبه الثانيه اسمها خيره حمراوي. قررت أميناتا ديالو قبل ما يكون عندهم ماتش مهم جدا ان هي، علشان الاثنين بيلعبوا على نفس المركز وأميناتا بتلعب احتياطي وخيره بتلعب اساسي، قررت ان هي تاذيها. هل لكم ان تتخيلوا مدى الاذيه اللي ممكن تفكر اصلا ان هي تاذيها بيها؟ ليه؟ علشان تغيب عن المباراة، علشان تلعب مكانها، علشان هي اللي تكون موجودة وتحجز المكان أساسي. طيب قررت تعمل إيه؟ حاولت إن هي تأجر بلطجية كده زي ما بيقولوا، وإن هما تتفق مع اتنين ثنائي ملثم، وراحوا سحبوا خيرة حمراوي من عربيتها ونزلوا عليها ضرب طبعا، وضربوها ولكموها في رجليها. النادي الفرنسي طبعا يعني على طول اصدر بيان بيدين في اللي حدث من أميناتا ديالو وطبعا زميلتها خيره حمراوي اللي كانت عايزه تاذيها، ونادي باريس سان جيرمان ده نص البيان اللي شايفينه مع حضراتكم، بيقول ندين بشده اعمال العنف المرتكبه، واتخذ النادي جميع الاجراءات اللازمه لضمان صحه ورفاهيه وسلامه لاعبته. بصراحه يعني ما فيش شيء ممكن يكون ابشع من كده، إن ممكن الروح الرياضية ما نشوفهاش للمرحلة دي، وإن ممكن يكون في حالة من الغل تخليك ما تشوفش أي حاجة لدرجة إن أنت ممكن تأذي زميل. الزميل ده ممكن يكون معاك على فكرة في أي حاجة، يعني زميل بقى في العمل، زميل في الرياضة، زميل في أي حاجة، إنك توصل أصلا المرحلة المزرية دي، دي كارثة كارثة. وما اعتقدش ان ده الطبيعي، وما اعتقدش ان ده اللي ممكن نسمعه ونقول ايه ده، ده حاجه عاديه خالص. لا، ده حاجه ممكن الناس تاخدها بان ايه ده، دي الموقف الغريب ده، هو غريب ومش طبيعي، ومش طبيعي ان احنا نسمعه، ومش طبيعي اصلا ان احنا حتى نكون بنتناول معاكم النوعيه دي من الامور الغريبه جدا. ولكن ده يخلينا نوصل برضو لمسج مهمه او رساله مهمه، انه مهما كانت المنافسه الشريفه، المنافسه المحترمه، هي دايما اللي بتدوم، وهي دي العلاقه الطيبه المحترمه، لانه الرياضه جميله والعلاقات الانسانيه جميله، وده اللي كنا بناكد عليه وبنقوله كل يوم يا غنم وبنشيد بيه، ان العلاقات الانسانيه والطيبه والجميله في الرياضه هي اللي بتدوم، وعلى مدار الصداقه وعلى مدار العمل والزمايل والاديان وكل حاجه. فالقصه غريبه قوي، تعليقك عليها ايه؟ لا ما ينفعش، انت يعني اعتقد لخصت كل حاجه. يعني المنافسه اهم شيء انها تكون منافسه شريفه، منافسه مبنيه على اسس صحيحه. انا هنا لما اجي اصدر دايما اي مشهد وخصوصا في الرياضه لازم اصدر المشهد الايجابي اللي احنا دايما بنحاول ان احنا نبحث عنه. دايما ما ينفعش ان احنا ناذي غيرنا حتى لو هو افضل مني في شيء او هو استحق حاجه ربنا ما ادهليش، بس لربنا اكيد حكم في بعض الامور. واعتقد ان في الاخر يعني التفكير ده لازم هتكون عاقبته وخيمه على اللي عمله. دايما النهايه ما بتكونش سعيده، اي حد بيحاول
يأذي حد أعتقد ربنا بيردها له سريعا جدا. أكيد أكيد. طب من الحاجات بقى اللي يعني مش حلوة أو الطاقة اللي مش حلوة أو المفروض إن احنا نتعلم منها العكس الميرور بتاع الحاجة اللي طبعا فرح قالتها، نروح للأخبار المبهجة، الأخبار اللي بتصدر دايما الطاقة الإيجابية، الأخبار اللي بترسي المبادئ والقيم والأخلاق، الأخبار اللي من شأنها نبذ التعصب. أعتقد كل هذه الأمور لخصها محمد مجدي قفشة نجم منتخبنا الوطني المصري ولاعب النادي الأهلي على الفيديو اللي نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي. شفنا امبارح كلنا محمد مجدي قفشة في عز استعداده لمباراة منتخبنا الوطني المصري مع أنجولا، حط فيديو على الحساب الخاص به في انستجرام. الفيديو كان عبارة طبعا للي ما شافوش وقت تنفيذ علي معلول لركلة جزاء النادي الأهلي، كان جامع الكرات اللي متواجد في استاد القاهرة، هذا الطفل الصغير هو مشجع زملكاوي كان قاعد على أعصابه جدا وبيتمنى تصدي محمد أبو جبل لركلة جزاء علي معلول، وكان واضح عليه التأثر بشكل كبير جدا. ولكن بعد المباراة مباشرة محمد مجدي قفشة كان شايف الكلام ده كله عقب استبداله في أحداث هذا اللقاء، وكان متابع هذا الطفل الصغير في كل أحداث المباراة وشاف قد إيه شغفه وحبه لنادي الزمالك. طب محمد مجدي قفشة حب يكافئه، المكافأة كانت عبارة عن إن هو إداله التيشيرت الخاص، ويمكن هو محمد مجدي قفشة هنا كانت عينيه كمان على المباراة وتنفيذ ركلة الجزاء، ولكن قرر فورا إن هو يديله التيشيرت الخاص بيه مكافأة ليه. طيب ده أهلاوي ولاعب في منتخب مصر ولاعب كبير جدا وبيكافئ طفل صغير عنده شغف بكرة القدم رقم واحد بشكل عام وبنادي الزمالك بشكل خاص. يمكن أهو بيحاول يدعي واللعيبة كلها واقفة زي ما حضراتكم شايفين، وأعتقد كمان دي كانت ركلة جزاء نادي الزمالك كمان يا فرح. صحيح. ولكن محمد مجدي قفشة بيرثي مبدأ القيم والروح الرياضية. وخليني أقول لحضراتكم كمان كان تعليقه ايه، قال شفت الفيديو ده زيكم كتير جدا، مش عارف انا اللي محظوظ ولا الطفل الصغير ده هو اللي محظوظ، النظره اللي كانت في عينيه انا عارفها كويس، حب وشغف وانتماء، حلم وطموح، فرق الالوان مش عيب، واضاف مصر كبيره، مصر جميله وفيها الوان كتيره، حلاوتها في البساطه، بكره يكبر ويطلع لاعب كبير ويحقق كل احلامه. واختتم قفشة حديثه موضحا انه كان مثل المشجع الفريق الابيض وكان له احلام وهو صغير، موجها لي رسالة قال لو صدقت نفسك وسعيت ورا حلمك وسمعت الكلام ربنا في السعي هتوصل هتوصل. أنا بشكر محمد مجدي قفشة جدا، بشكره على هذه الروح الرياضية، وأنا قريب من مجدي محمد قفشة يعني بصورة شخصية وعارف قد إيه مدى أخلاقه وحبه للجميع. محمد مجدي قفشة واحد متواضع جدا، وأي حد بيطلب منه أي حاجة حتى في الحالات الإنسانية محمد مجدي قفشة بيلبيها على طول. وأنا عندي موقف خاص كمان يعني كان بيني وبينه، ما تأخرش في أي حاجة خالص، بالعكس بيحس دايما إن في مساعدة أو أي حاجة في قصة الروح الرياضية ونبذ التعصب تلاقيه هو أول واحد. والحاجات دي كانت بتبقى مثلا حالات مرضية لبعض المحبي ومشجعي نادي الزمالك، بتلاقيه هو أول واحد كان بيبعت دايما الفيديو، ومش أول مرة. وأعتقد أنت كمان عايزة تشكريه زي ما كان عندك خبر وحش، لا أنت يعني شايفة قدامك حالة كبيرة. صحيح، خبر حلو بالظبط يا غانم، فعلا هو قفشة كمان من اللعيبة اللي هي بيتقال عليها كده زي ما غانم بيقول هو جدع، شخصية جدعة، يعني تلاقيه دايما في المواقف لا بيقف مع الناس وبيحب يساعد، فهو بتبقى طبيعه في الشخصيه اللي هي سواء اذا كان جدع بقى خير بيساعد ما بيحبش يشوف حد زعلان، موقف رائع جدا وبيدل على حاجات كتير قوي، بيدل كمان على فكره انه زي ما قفشه ذكر في كلامه بيقول ان هو نفسه مر بده في يوم من الايام، اكيد مر بيه واكيد كان متواجد في يوم من الايام في مباراه مهمه وكان طفل وكان بيشجع وكان بيتمنى انه ممكن لاعب يديله تيشرت مهمه او ان هو يكون فريقه بيكسب او الحاجات دي كلها بتتحفر في ذاكره الاطفال وفي عقلهم، بيفضل مهما كان ومهما العمر تقدم فيه بيفضل الموقف ده محفور في ذاكرته. احنا بنحيي محمد مجدي قفشة على الموقف الرائع ده، واعتقد ان احنا مش بنحييه بلساننا بس، احنا بنحييه بلسان حال كل الزملكاويه وكل الاهلاويه، لانه فعلا فعلا لازم نشوف قصه الاحتقان الشديد اللي في الشارع المصري الخاص بمباريات القمه، وفكره ان يكون عندنا تعصب كروي ينسينا كل حاجه، ما نفكرش في اي حاجه غير فكره التهكم وفكره ان احنا نسخر من الغير، او فكره ان احنا زي ما بيقولوا كده يعني بلغه او اللغه الدارجه اللي بنقولها في الشارع نحفل. يوم
ممكن الفريق ده يكسب، يوم ممكن الفريق ده يكسب، يوم ممكن يتعادلوا، ده الطبيعي وده اللي المفروض وده اللي لازم. ولكن اللي بيبقى دايما المواقف الطيبة اللي بتفضل دايما محفورة في ذاكرة التاريخ وذاكرة الرياضة المصرية. بنحيي محمد مهدي أفشة، يا رب دايما نشوف المزيد من المواقف دي، وكل موقف حلو هنشيد بيه ولازم نتوقف. في جزء أهم كمان، الرياضي يا فرح لازم يكون قدوة، وأعتقد محمد مجدي أفشة بيصدر هذا المشهد إن هو قدوة، لأن في ناس كثيرة جدا أطفال صغيرين دلوقتي ابتدت تتفرج على الكرة، عندها شغف بنجوم منتخب مصر، نجوم النادي الأهلي وأيضا نجوم نادي الزمالك. فلما تشوف لاعب دولي وبيلعب في النادي الأهلي، ومش أي لاعب، لاعب له ثقله في النادي الأهلي وليه أهداف مؤثرة كمان، أهداف جابت بطولات، أعتقد كمان لازم يبقى دوره كقدوة داخل وخارج الملعب، ده أهم شيء. وفي لقطة كمان لمحمد مجدي أفشة يمكن ما تداولتش كتير في فرحه، وداخل هو وعروسته وواحد من المشجعين أهلاوي بالطبع، فبيحضر فرحه وقال له كلمة شهيرة، يعني طبعا يعني الكلمة دي هدفها التقليل من النادي المنافس هو نادي الزمالك. محمد مجدي أفشة بكل وضوح في الفيديو ده أنا شفته قال له عيب، هو يعني في عز ان هو في فرحه وداخل حفل الزفاف قال له عيب. فاعتقد ما فرحش مثلا ان هو بيقول له هذه الكلمه، ولكن محمد مجدي أفشة لازال بيصدر الكثير والكثير من القيم والمبادئ والروح الرياضيه اللي من شأنها اكيد يعني نبذ التعصب اللي موجود في الشارع الكروي المصري. نروح مع حضراتكم بقى للفقره اللي اكيد بيحدث نوع من انواع التفاعل ما بينكم وما بيننا على مدار الحلقه. سؤالنا النهارده ليكم اكيد في فقره اللعبه، من هو المدرب الذي حقق رقم قياسي بالفوز 3 مرات بدوري أبطال أوروبا؟ احنا كنا سألناكم قبل كده السؤال ده ولكن بخصوص اللاعب، النهاردة بنتكلم عن المدرب، مين هو المدرب اللي حقق اللقب ده 3 مرات بدوري أبطال أوروبا؟ عايزينكم تتفاعلوا معنا على صفحتنا الرسمية على السوشيال ميديا على مدار الحلقة، وفي آخر الحلقة كده هنستعرض معكم أبرز التعليقات. مين هو المدرب؟ لا مش هنقول برضه، طول ما انت اسئلتك صعبه مش هنساعد، مش هجاوب. ايضا من الفقرات انا على مبدئي بالظبط، ايضا من الفقرات اللي لاقت اقبال كبير جدا فقره الكوتش، فقره احنا طبعا بنحاول فيها دايما ان احنا نكون عندنا تواصل مع حضراتكم، وبنخلي الفيديوهات اللي حضراتكم بتعرض اللي حضراتكم طبعا بتبعتوها لنا بتعرض في اخر الحلقه. السؤال النهارده او الفيديو اللي احنا طالبين من حضراتكم ان انتم تعملوه لنا هو اختيار الفريق الامثل من وجهه نظر حضراتكم لتشكيل منتخبنا الوطني المصري في مواجهه انجولا غدا باذن الله. عايزين طبعا نشوف القدرات الفنيه، وريت التشكيل ما يتحطش بس كاسماء وخلاص، لا انا عايز الفكر الفني، هل ده بناء على مثلا مصدر قوه في الفريق المنافس، هل بناء على احتياجات المدير الفني كارلوس كروش؟ نبدا بقى نفكر ونبدا نفنن ونشوف متابعينا يعملوا ايه معانا. بالظبط كده، وطبعا تعليقا على نفس الكلام، تعالوا نشوف بقى النهارده ابرز مباريات اليوم في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم هتكون ايه ومواعيدها ايه. ابرز المباريات، اثيوبيا في مواجهه غانا الساعه 3، اما رواندا هتكون في مواجهه مالي الساعه 6، جنوب افريقيا هتواجه زيمبابوي الساعه 9، وتوجو تواجه السنغال الساعه 9 مساء ايضا. دي كانت منافسات القارة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022. أيضا كل القارات عندها منافسات هامة جدا، ولكن التصفيات الأبرز النهاردة أيضا للقارة الأوروبية في منافسات كبيرة جدا زي ما حضراتكم عارفين 10 مجموعات، ولكن أبرز هذه المنافسات في تمام الساعة 10 إلا الربع، إيرلندا في مواجهة البرتغال في واحدة من المواجهات الهامة جدا للبرتغال، اليونان أيضا بتستضيف إسبانيا في نفس التوقيت، وألمانيا بتستضيف ليشتنشتاين في 10 إلا الربع. أيضا دي أهم المباريات الموجودة عندنا النهاردة في يومنا طبعا نحو التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022. لسه بنستكمل معاكم باقي فقراتنا، هنروح معاكم دلوقتي لفقرتنا On Fire News. نبتديها معاكم، واكيد كل الناس عايز تطمن على منتخبنا الوطني، وبالفعل وصلت مساء امس بعثت المنتخب الوطني لرواندا في موعدها المحدد للقاء منتخب انغولا في 8 مساء الجمعة 9 في القاهره باذن الله، ده طبعا ضمن الجوله قبل الاخيره للمجموعه السادسه لتصفيات افريقيا المؤهله للدور الاخير لتصفيات كاس العالم 2022. كان في استقبال البعثه فريق من السفاره المصريه برواندا بقياده السفير محمد صفوت ومسؤولون طبعا عن الاتحاد الانجولي لكره القدم، وتمت اجراءات الوصول ووصول البعثه الى مقر اقامتها القريب من ملعب المباراه. هيخوض الفريق تدريبه الوحيد النهارده ان شاء الله استعدادا للمباراه والمقرر اقامتها غدا، بنتمنى لهم يا رب كل التوفيق، تكون البعثه دايما بامان
اكيد في بروتوكول طبي واكيد الكل لازم يكون ملتزم عشان كله يحافظ على صحته. ان شاء الله ما نسمعش اي اخبار غير سعيده، لازم يكون في تركيز في المباراه علشان نحسم ان شاء الله التاهل. واعتقد انها باذن الله يا غانم هتكون مباراه مثمره. المنتخب بيضم مجموعه كبيره جدا من اللعيبه، الكل مترقب، الكل عنده انتعاشه كده، لانه الحمد لله الجهاز الفني اثبت نجاحه في التجميع اللي فات. يعني عارف نوع من انواع البازل لما بيكون عايز لسه نكمله. في فقرات او في فترات الفتره اللي فاتت مر بيها المنتخب كتير قوي، من اول التصريحات اللي كانت خاصه بانه المنتخب ما بياخدش كفايته من فكره التجميع او ان يكون في كيمياء او ان يكون في نبتدي نفهم جمل بعض. لا، الوقت ده ما كانش كافي، ابتدوا ان هم يركزوا في القصه دي، يكون في وقت كافي، ابتدت اللعيبه تفهم بعض ويحصل توليفه جديده كمان من مجموعه اللعيبه الجداد اللي بقى المنتخب بيضمهم. فاعتقد المره دي الموضوع هيكون مختلف، نبتدي نشوف بقى النتيجه اكتر كمان. انا عمال اعد الاجابات اللي قلتيها واضيف كمان حاله الرضا. اكيد يعني دايما بيكون في اختلاف على المدير الفني في بعض الامور، اوقات بتلاقي في مدير فني في رضا ما بينه وما بين اللاعبين، ولكن في رضا على عدم مثلا مجازفته في الطرق الهجوميه، وهنا مثلا المثال كان على كوبر. بعض المديرين الفنيين ما بيكونش في حاله رضا على اختياراتهم، ولكن الحاله اللي موجوده دلوقتي من الرضا سواء من الجمهور المشجع رقم واحد لكره القدم في مصر، الساده الاعلاميين والصحفيين واللاعبين والاجهزه الفنيه والقائمين على كره القدم في مصر، اعتقد ان حاله الرضا والاجماع على ان كروش مدير فني جيد وما قدمه حتى هذه اللحظه هو جيد لمنتخبنا الوطني المصري، اعتقد هي دي اول نقاط اللي لازم نبني عليها طبعا، ودي اللي بتحقق النجاح بعد كده. بالظبط يا غانم، ده بخصوص طبعا منتخبنا الوطني. هنروح معاكم دلوقتي بقى، واول خبر هيكون مع غانم بخصوص القلعه البيضاء. طبعا اتكلمنا عن منتخبنا الوطني المصري، ولكن نبدا نتكلم شويه على الانديه وما يدور في كل الانديه، مش بس نادي الزمالك، هنتكلم على الاسماعيلي والاتحاد السكندري والاهلي وكل الانديه اللي بتنافس في الدوري المصري الممتاز. طبعا اول خبر معانا دلوقتي عن نادي الزمالك واللجنه المكلفه باداره نادي الزمالك، خلاص قرب موعد رحلها رسميا عن نادي الزمالك، ولكن الاداره بتحاول ان هي تضيف لنادي الزمالك ومركزه بشكل كبير جدا بشان التجديد للاعب المغربي طبعا اللي متواجد دلوقتي مع المنتخب المغربي اشرف بن شرقي. وقصه الرحيل، رحيل اللجنه اللي خلاص قرب هيكون يوم 23 نوفمبر الجاري، ولكن في مجهود كبير جدا لانجاح التعاقد مع اشرف بن شرقي والموافقه على بعض الشروط الخاصه، والاهم ان في الاخر ان اللاعب حتى ان رحل ما يرحلش ببلاش، لان خلاص ده اخر سيزون لاشرف بن شرقي، وان وقع لاي نادي في يناير هيكون نادي الزمالك مش بس خسر لاعب بقيمه اشرف بن شرقي، ولكن حتى خسر اي مقابل مادي قد يكون في خزينه نادي الزمالك مقابل بيع لاعب هام جدا في صفوف نادي الزمالك. فهيبقى الخساره لجماهير نادي الزمالك رقم واحد، خساره لنادي الزمالك فنيا بفقدان لاعب هام ومؤثر حتى في اسوأ حالاته او لو مش مركز، ولكن بيكون لاعب هام ومؤثر. واخيرا كمان هتكون في خساره ماديه لنادي الزمالك في حاله رحيل اشرف بن شرقي مجانا في الانتقالات الشتويه في يناير المقبل، والامور هتبقى صعبه. اعتقد يا غانم الموضوع مش سهل ابدا، وكنا انا وانت لسه بنتكلم في القصه دي امبارح. لا يعني في ملفات عديده، يعني في ملفات عديده داخل نادي الزمالك، سواء اذا كانت خاصه بتجديد لاعبين، سواء اذا كانت خاصه بلاعبين فعلا عقودهم انتهت، باعارات، بتفاصيل، بسداد غرامات، بفكره وقف القيد. اعتقد نادي الزمالك يعني لازم ان هو يبتدي يعمل خطه يثير عليها خلال الفتره اللي جايه علشان يخرج. في حاله قبل كده اول هذه الخطوات دلوقتي مش ممكن بس يبقى حتى المنافسه او التتويج، ده شيء مفروغ منه، ولكن صحيح. اداريا قصه المشاكل وكل يوم مشكله، لازم رقم واحد حتى لو هيجي عن طريق بيع اشرف بن شرقي، ده رايي انا، بيع اشرف بن شرقي وخد الفلوس دي، حل بقى مشاكل عماله تتراكم كتيره جدا. اعتقد لو اللي انت بتقوله خاص بانه اللاعب ما يكونش عايز يكمل، ده الموقف الوحيد اللي ممكن يكون مقبول، لكن استحاله يكون اشرف بن شرقي شاري نادي الزمالك ونادي الزمالك ما يشتريهوش. لازم هيوفر له فلوس ولازم يكون متواجد ولازم يكون موجود خلال الفتره اللي جايه، ولكن دايما الصح هو انه يكون في حل لكل الامور اللي اتكلمنا عليها، ما نسيبهاش ان هي تتفاقم خلال الفتره اللي جايه. طيب استكمالا لملف منتخبنا الوطني، هيكون معانا دلوقتي عبر الهاتف الكابتن ياسر ريان نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، وبنصبح عليه. وصباح الفل يا كابتن ياسر.
صباح الخير يا فرح. صباح الخير يا محمد. اهلا بحضرتك، منورنا وصباحك زي الفل ان شاء الله. دايما منورين ومتعلقين في البرنامج الجديد ده، حاجه جميله بصراحه يعني. تسلم يا كابتن، ودايما كده ان شاء الله نكون بنسعد معاك بكل الامور الخاصه بمنتخبنا الوطني. عايزين نعرف من وجهه نظرك، يعني شايف، هنبتدي معاك كده من القايمه، شفت القايمه او اختيار القايمه المره دي بالنسبه للمباراتين المقبلتين لمنتخبنا الوطني عامله ازاي؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، هو بالنسبه لمستر كروس يعني واضح اللي هو يعني ما عندوش لعيب يعني محتفظ بيه، كل فتره كده بيعمل تغيرات بنسبه وجهه نظره هو ووجهه نظر الجهاز الفني اللي موجود معاه. فهو واضح اللي هو ما عندوش ثوابت في اللعيبه، هو بيشوف الحاله البدنيه والفنيه في الوقت ده واحتياجاته في الفتره دي للعيبه، وبناء عليه بيختار، عشان بعد كده الناس بقى يوم موضوع قفشه وشريف كانت مفاجاه طبعا لينا كلاعبي الكوره او كناس مشجعين، لكن اتضح اللي هو بعد كده برضو في لاعيبه المعسكر دي مش موجوده، احمد السيد زيزو وطارق حامد. ايوه انا عارف يعني مش عايز اذكر اسماء. لا ليه احنا بنخبي ليه؟ ما دي حقيقه يعني. ما قلتش ورمضان صبحي مش موجود، ورمضان صبحي مش موجود، وابراهيم عادل مش موجود، في لعيبه خرجت من المشهد ومن تبع لعيبه دخلت موجود. صحيح. فاحنا فالطرح يعني واضح كده اللي هو بيبص على الماتشين، احتياجاته في بعض اللعيبه في بعض المراكز، هو مش ضد اي لعيب ومع اللعيبه كلها، وفي نفس الوقت برضه واضح برضه اللي هو بيبقى عنده اللعيبه المحترفه برضه بيبقى لهم دور كبير جدا، على اساس الاحتكاك بيبقى في الدوريات الاوروبيه اقوى احتكاكهم بي 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 مش معنى كده ان احنا الدوري بتاعنا ضعيف، لا الدوري بتاعنا قوي، بس حسب احتياجات الفتره دي هو بيبص عليها، سواء لعيب محلي او لعيب محترف. صحيح. وشفنا المره دي احمد ياسر ايام بالفعل بينضم وبيحجز مكانه، زي ما حضرتك بتقول ما فيش لاعب يعني يقدر يضمن المكان الاساسي على طول، او ان هو مسلم بيه انه يكون دايما متواجد مع مستر كيروش، في حاله من الروتيشن بتحصل، وده بياكد ان اللعيبه لازم دايما تحافظ على مستواها. بالظبط كده، يعني انت هاخد منك اخر نقطه هو ثبات المستوى بتاع اللاعب. صحيح. يعني مش معنى ان انت ما اتخذتش الفتره دي يبقى انت تبقى مثلا تقول لا انا مش هروح تاني، او انا لا هو مش هيبص، لا هيبص لك وهيجيبك تاني وتالت. بس انت طول ما انت بتبقى متالق في الدوري اللي انت بتلعب فيه وظاهر بشكل كويس، لا طبيعي اللي هيرجعك هو الراجل، راجل اجنبي ومش هيقول لك هاخد من هنا وهسيب من هنا، بالعكس الراجل انا شايفه باصص للعيبه كلها، والدليل اللي فيه لعيب احمد ياسين من البنك الاهلي، وكانت مفاجاه لنا كلنا، وبدات الناس بدات الانظار تتجه ليه وكله هيبدا يتفرج عليه، فدي برضو حاجه منه لدليل الجهاز اللي موجود معاه بيشتغل كويس جدا، هو كراجل كمدير فني بيبص عليه بشكل كويس، فالامور وهو انا شايفه من خلال متابعتي للدوري المصري، يعني هم على طول متحركين في الماتشات كلها، يعني مش بيتفرجوا على ماتشات مثلا الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي، لا بيتفرج على جميع الماتشات كلها اللي موجوده في الدوري. كابتن ريان، يعني خليني في سياق الحديث عن التشكيل، لو حضرتك تفتكر معايا المباراتين الرسميتين امام ليبيا، فوجئنا بالتشكيل الاول واعتقدنا كلنا ان ممكن يحدث بعض التغييرات في المباراه الثانيه اللي كانت في بني غازي، هل تعتقد في مباراه انجولا باذن الله غدا هل هي فرصه لكروش ان هو يبدا يشوف لعيبه بتنضم لاول مره او لعيبه واعده؟ على سبيل الذكر طبعا هناك العديد من اللاعبين زي ما حضرتك ذكرت احمد ياسين او محمود علاء وعودته، ان هو يبدا يديله الثقه مره اخرى، وجود احمد ياسر ريان كمنافس جيد ومنافسه مشروعه في خط الهجوم، هناك بعض اللاعبين اللي ممكن يبداوا ياخدوا فرص، ولا حضرتك شايف ان الافضل في هذه الفتره هو تثبيت التشكيل عشان يكون في نوع من انواع الانسجام، خاصه ان احنا مقبلين على فتره دوليه هامه جدا واهمها بطوله كاس الامم الافريقيه، واكيد المباراتين اللي هيحسموا تالقنا او من عدمه لكاس العالم. بص يا محمد، هو ما فيش حاجه في يعني طبعا سؤال محترم وسؤال فعلا كلنا بنتكلم في نقطه تثبيت التشكيل ووجود اللعيبه الجديده وطريقه اللعب، يعني بالطبع هو ده الاهم ان انا اولا طريقه اللعب مش هيغيرها، هو هيلعب بالتشكيل او الشكل اللي هو لعب فيه الماتشين اللي فاتوا. النقطه الثانيه اللي هو بياخد لعيب بيبقى موجود مع منتخب مصر، لا هو عارفه بيبقى دارس اللعيب كويس قوي واتفرج عليه كويس قوي ومتابع ليه كويس، واي لعيب بقى موجود مع منتخب مصر هو اللعيب نفسه عارف مقدار المسؤوليه. وكمان حته اللي هنجرب في ماتشين رسميين هيأهلونا للدور اللي بعده، لا ما اعتقدش ده هيبقى موجود. ليه؟ هو كل لعيب رايح طبعا ثبات وجوده
اللي هو يثبت وجوده في المنتخب دي حاجه بتبقى كبيره جدا. برضو وجود مدير فني اجنبي يخلي اللعيبه كلها كل واحد عايز يمسك المركز اللي بيلعب فيه مش عايز يسيبه بلغه كره القدم. فكلها جوانب ايجابيه للاعيب والمدرب. الماتشين اللي جايين اعتقد ثبات التشكيل وطريقه اللعب مش هتتغير الا في بعض الحدود يعني ايه. طب ما امتى هنبدا نشوف امتى هنبدا نشوف لعيبه بتاخد فرص؟ يعني امتى نشوف مصطفى فتحي بيشارك؟ امتى نشوف احمد ياسر ريان؟ الوقت الامثل من وجهه نظر حضرتك ايه؟ لا كلهم لعيبه، عشان انت بتتكلم على لعيبه دوليه ولعبت في الاولمبيات ولعبت منتخب الاولمبي ولعبت مع كابتن حسام لعبت منتخب مصر. لا عندهم في بعض اللعيبه زي محمود علاء كلهم احتكوا احتكاك دولي كتير جدا. لكن انا مش جاي اللي انا اجرب الوقت ده، ما ينفعش. مش تجربه، انا ممكن اجرب في ماتشات وديه دوليه، لكن انا اجرب في تصفيات او طبعا في ثقه طبعا كبيره بين المدرب واللعيبه ووجودهم ده. انا قلت لك هو اللعيب عايز يثبت وجوده، ده حاجه بتفيد المدرب وبتفيدنا كمنتخب مصر. لكن هو طبيعي جدا ان ما تجيش الوقت اقول له لا لازم تجرب فلان، ما ينفعش. التجربه هتيجي على حساب المدرب. هي مش تجربه يا كابتن، عشان نوضح اللفظ اللي انا عايز اوضحه، هي الفرصه. ماشي اوكي. ما ممكن اللعيب ياخد، عمر مرموش خد فرصه الشوط الاول وانت تابعت الماتش اللي لعبه بتاع ليبيا. طبعا قصدي سوري مش ليبيا، الماتش الاولاني. ايوه بالطبع، ليبيا اللي كان في برج العرب وبعد كده ليبيا في بنغازي. برج العرب صح. اسف. ليبيا الاولاني ما كانش فيه توفيق في الشوط الاولاني، الشوط الثاني الراجل صبر عليه مكسب مصر. فاهم قصدي ايه؟ يعني الفرصه بتيجي، بس ممكن مدير فني يصبر على اللعيب بتاعه لغايه ما هو يثبت وجوده هو واثق فيه اللي هو لعيب كوره كويس. عشان كده بقول لك بيبقى المدير الفني متابع كويس جدا وعارف امكانيات اللعيبه اللي هو واخدها وعارف بعض احتياجاته في المراكز. فالامور بالنسبه له مش معنى كده اللي بقول لك التجربه، اللي انا معاك على فكره. وفي فرص، ممكن اللعيب ممكن بكره اي لعيب يظهر ويكسب مصر، ودي برضه يبقى لعيب ظهر جديد لمنتخب مصر. لكن اعتقد الماتشين اللي جايين هيبقى الامور في اضيق الحدود علشان يبدا. يعني برضه انت عارف في مهمه شقه ثانيه جايه. طبعا هو عايز يحط عنده كده اربع ماتشات لعبهم زائد ماتش ودي عمله. فاعتقد يبقى هو مسك الخطوط كلها، عندك امم افريقيه، فالامور هتبقى بالنسبه له تبقى واضحه تماما تماما تماما. بالظبط. طب كابتن ياسر، لو هتكلم مع حضرتك ايضا من خبراتك كلاعب، هسالك برضه سؤال تاني، يعني مين اللاعب اللي لسه عايز تشوفه في المنتخب؟ من خلال متابعتك لمباريات الدوري المصري في اول ثلاث جولات، شايف كده من وجهه نظرك مين اللاعب يعني اللي لسه بتراهن يعني عليه؟ اللاعب اللي انا شايفه يعني طبيعي واكيد المنتخب حاطط على له. يعني انا شايف احمد رفعت ماشي كويس جدا. احمد رفعت ماشي بشكل كويس طبعا، في لعيبه كتير ماشيه في الدور، بس انا مش في اول جولتين ثلاثه الامور هتبقى يعني ما نقدرش نحكم ليه المستوى. المشكله اللاعب المصري حبه فوق وحبه تحت باللغه يعني مفيش ثبات في المستوى، مش هتلاقيه ثابت في نفس المستوى. عشان كده احنا بناخد نموذج محمد صلاح نموذج ليه؟ كل ما بيبقى في حته ثانيه بيزيد، كل ما في حته ثانيه عايز يزيد. هو ده الطبيعي، ده الطموح. صحيح. لكن احنا عندنا الدوره عندنا ممكن تلاقي، لا لو جيت بصيت على تشكيل حتى المثال اللي بقى كل اسبوع هتلاقيه بيتغير، بدليل اللعيبه عندنا اللعيب ممكن يبقى لعب ماتش النهارده كويس تلاقي الماتش اللي بعده تقول له يا كان الماتش اللي فات كان كويس. بالظبط. فاحمد رفعت الفتره دي انا شايف في ثبات، في ثبات. فانا عايز انا بقول له اكيد طول ما انت في ثبات وطول ما انت محافظ على نفسك بره وجوه الملعب هتلاقي المنتخب بيقول لك تعالى، وهتلاقي في حته ثانيه خالص، وهتلاقي ده زي ما انت اتنقلت من مصر رحت فيوتشر هتلاقي نفسك في الاهلي في الزمالك بره مصر وانت لعيب مميز ولعيب كويس. انا معجب بيه يعني. بالتاكيد. كابتن ياسر بنشكر حضرتك طبعا على هذه المداخله الهاتفيه، ودايما مشرفنا كده ومنورنا في كل البرامج الخاصه بقنوات اون تايم سبورتس. بشكر حضرتك جدا. صباح الفل على حضرتك. هنستكمل مع حضراتكم باقي اخبارنا ونكمل باقي اخبارنا الخاصه بالقلعه البيضاء نادي الزمالك، وبخصوص نفس الامور طبعا اللي لسه بنتكلم فيها اللي هي ممكن تكون لها علاقه بتجديد اللعيبه، باستقرار النادي، باستقرار الامور الاداريه والماديه ايضا. حازم امام بيكشف موقفه من البقاء مع الزمالك، نفى تماما
حازم امام الظهير الايمن للزمالك ان في اي اتصالات من قبل مجلس الزمالك معاه. ليه؟ علشان يجي يجدد عقده. تعال عشان تجدد عقدك. الكلام ده ما حصلش، ما فيش حد بيتكلم معاه، وهو مرحب بكل المفاوضات اللي ممكن تكون خاصه بالامر ده عشان هو عايز يفضل موجود داخل نادي الزمالك. عقد حازم امام بينتهي بنهايه الموسم الجاري مع الفريق، ويحق لي التوقيع لاي نادي في يناير. فطبعا الامور واضحه جدا، الكلام واضح جدا انه حازم امام زيه زي لعيبه تانية، زي عبد الله جمعه، زي اشرف بن شرقي، في لعيبه مفروض ان يتم التجديد معاها لو النادي عنده فعلا الجديه ان هو يجدد عقودهم عشان يستمروا مع نادي الزمالك، لانه بالفعل يحق للعيبه اللي ذكرنا اسمائها ان هم يكونوا متواجدين في اي نادي تاني ويمضوا معاهم خلال الفتره اللي جايه. ان شاء الله يكون في استقرار داخل نادي الزمالك ويتم الالتفات لكل الملفات اللي كنا لسه بنتحدث عنها. انا مصطفى فتحي كمان يا فرح ابتدى ان هو يتلقى بعض العروض كمان الخاصه من وكلاء اللاعبين. العروض دي معظمها من دول الخليج اللي بتحاول ان هي تضمه في خلال فتره الانتقالات الشتويه. يناير المقبل خلاص قرب، باقي تقريبا شهرين ان شاء الله، ولكن بعد المستوى الرائع اللي ظهر بيه مصطفى فتحي خلال اعارته سواء لفريق سموحة أو بعد كده عودته مع نادي الزمالك، وحتى في الفترات القليلة اللي شارك فيها سواء في مباراة إنبي اللي نزل وكان ليه دور كبير جدا وظهر بشكل أكثر من رائع، وأيضا مباراة القمة أمام نادي الأهلي وقدر أنه يسجل أول لما نزل على طول في بداية الشوط الثاني. كل هذه الأمور خلت العين شوية على مصطفى فتحي. أيضا بيسعى دلوقتي مجلس إدارة نادي الزمالك أيضا زي ما فرح قالت وكلمنا في الخبر اللي قبليه كمان على أشرف بن شرقي، حاولوا أن هم يشوفوا قصة مصطفى فتحي التجديد، لأنه خلاص أيضا عقده بينتهي بنهاية هذا الموسم ويحق لي التوقيع في يناير المقبل، فبالتالي ممكن ينتقل مجانا أيضا لأي نادي. أعتقد كل هذه الأمور من الأمور الهامة داخل نادي الزمالك. بنتمنى أن في الآخر يكون في حالة استقرار في نادي الزمالك طبعاً، واستقرار في التشكيل والقوام الرئيسي، وبعد كده ان شاء الله المسؤولين في نادي الزمالك، لان مهم جدا النهارده نبص على منتخب مصر متواجد فيه يعني ايضا لاعبين كتير زيه زي الاهلي زي بيراميدز، عدد كبير، فهم دول في الاخر يعني من القوام الاساسي لمنتخبنا الوطني. صحيح الثمره يعني بتاعت المنتخب طبعا. طيب نشوف بقى القصه ايه بتاعت اوليفيرا. كنا لسه بنتكلم معاكم امبارح بخصوص قصه بتاعت مدرب حراس المرمى بنادي الزمالك. كان بيتقال ايه؟ بيتقال انه الاداره عايزه ان اوليفيرا يرحل، وطبعا الشرط الجزائي ممكن يكون بيعمل قعائق في الامر ده الخاص برحيله. رجع كارتيرون مره تانيه من الاجازه، وكشف مصدر داخل الزمالك ان كارتيرون رفض المساله تماما، رفض رحيل اوليفيرا مدرب حراس الفريق ومتمسك ببقائه، وقال ان هو محتاج جهوده. وكمان موقف كارتيرون جه بسبب ايه؟ بسبب رغبه مجلس الزمالك لرحيل مدرب الحراس، بعد طبعا ما المجلس شايف انه في تراجع لمستوى الحراس خاصه محمد ابو جبل، وبيخشى مجلس الزمالك بقى في ايه؟ في ان هو يدخل في مشكله، في صدام مع المدير الفني كارتيرون، خاصه ان كارتيرون هو من ضم اوليفيرا لجهاز المعاون، يعني اكيد مقتنع بيه تماما، علشان كده مجلس الاداره مش عايز يدخل في صدام مع كارتيرون، بيحاول طبعا ان هو يريحه باي طريقه لو هو شايف انه ده الكرو او هو ده التيم او الجهاز الفني اللي هو بيحب يتعامل معاه، وفي راحه نفسيه ما بينهم اكيد يعني هيسيبوه او هيخلوه مكمل خلال الفتره اللي جايه مع نادي الزمالك. لو في الاخر الموضوع بيرجع لمستر باتريس كارتيرون. ننتقل من خلصنا كده اخبار الزمالك خلاص كده صح؟ ننتقل من اخبار نادي الزمالك لاخبار النادي الاهلي، واول هذه الاخبار عن اليو ديانج اللي بيتالق بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، خصوصا في اخر لقاء اللي استطاع فيه ان هو يسجل هدفين من تصويبتين، بخلاف طبعا المهام الدفاعيه اللي بيقوم بيها اليو ديانج الدبابه اللي موجوده في وسط ملعب النادي الاهلي. الكلام دلوقتي على وجود عرض من جلطة سراي مره ثانيه، بيحاولوا ان هم يجددوا المفاوضات لضم اللاعب المالي الدولي المتواجد في صفوف النادي الاهلي خلال فتره الانتقالات الشتويه، ولكن نفى مصدر بالنادي الاهلي وصول اي عروض رسميه حتى هذه اللحظه للتعاقد مع اليو ديانج خلال فتره الانتقالات الشتويه، خصوصا مع نادي جلطة سراي. في بعض المفاوضات او في الاهتمام اللي موجود اللي احنا كنا وضحناه قبل كده بخصوص اليو ديانج، ولكن كل هذه الامور لم ترتقي الى مستوى العروض الرسميه. في انديه مهتمه باليو ديانج، في انديه مهتمه، ولكن حتى هذه اللحظه لم يصل للنادي الاهلي اي عروض رسميه بشان التعاقد مع اليو ديانج، واحد من اللاعبين المجيدين في خط وسط النادي الاهلي. واعتقد رحيله عن النادي الاهلي ممكن شويه يسبب ثغره، ولا شايفا دلوقتي اصبح في لاعبين كمان بالاضافه لتالق السوليه وحمدي فتحي، وتجد ايضا اكرم توفيق والعديد من اللاعبين اللي احنا بنتمنى ان احنا نرجع نشوفهم تاني. كنا اتكلمنا على محمود متولي،
كنا اتكلمنا على محمد محمود، عمار حمدي، ايضا كل هؤلاء اللاعبين مهمين ايضا للنادي الاهلي يا فرح. بص يا غانم، انا على قناعه تامه انه اللاعب الثقيل او اللاعب اللي عنده خبرات او اللاعب المتالق والمتميز هو هيظل متالق ومتميز في اي مكان. ولكن النادي الكبير ايضا اللي بيضم اللاعب ده هو برضه هيضم لعيبه كبار هيحلوا مكانه في المكان ده، فهيضل الجمهور هو اللي بيزعل دايما، بيبقى عنده متعلق كده. هي دي بقى الجمهور بيتعلق باللعيبه، وده اللي دايما بنقوله. يعني سواء اذا كان لو هنتكلم عن ابرز النجوم المتواجدين في النادي الاهلي، هنقول علي معلول من اللعيبه اللي يفرق مع الجمهور قوي، ياثر فيه قوي. نفس الكلام بالنسبه لاليو ديانج، بالنسبه للزمالك اشرف بن شرقي ياثر في الجمهور قوي، فرجاني ساسي اثر في الجمهور قوي. في بعض اللعيبه الجمهور بيتعلق بيهم وهم بيسيبوا مكانه كبيره جدا داخل قلوبهم، رحيلهم بياثر، ولكن اللاعب هيظل متالق في اي نادي، والنادي هيضم لاعب ايضا يحل مكانه وهيكون على نفس المستوى. ولكن اليو ديانج زي ما احنا كنا بنقول جاي له عروض ولسه هيجي له عروض، لان الكواليتي والخامه بتاعت اللاعب اللي هو زي اليو ديانج، اللعيبه دي تلعب في دوريات اوروبيه، يعني ممكن ان هي فعلا يكون زي ما قلنا انا وغانم من يومين، ممكن يجي له عرض من المانيا، ممكن يجي له عرض من انجلترا، ممكن يجي له عروض كتيره جدا في الدوريات الاوروبيه، لانه الخامه بالظبط كده. يعني النوعيه دي من اللعيبه اعتقد ان هي ممكن يكون في عروض كتيره تنهال عليه خلال الفتره اللي جايه. ننتقل معاكم بقى بالنسبه لكمان التدريبات الخاصه بالنادي الاهلي. النهارده الفريق الاول بالنادي الاهلي هيرجع لتدريباته عقب انتهاء الراحه اللي حصل عليها الفريق لمده 5 ايام بعد فوز بالقمه. هيرجع الاهلي بدون اللعيبه الدوليين بعد انضمامهم طبعا لمنتخبات بلادهم للمشاركه في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022، ويبدا الاهلي اليوم الخميس استعداداته لمواجهه المقاولون العرب في الجوله الرابعه من الدوري ان شاء الله. زي ما قلنا لكم النهارده التدريبات هترجع، المباراه هتكون يوم 19 نوفمبر امام المقاولون العرب باذن الله. ايضا في نفس السياق يا فرح، خليني يعني بمناسبه ان احنا شفنا عمار حمدي بيتالق ايضا الموسم الماضي مع الاتحاد السكندري، وبمناسبه الحديث عن اليو ديانج وقصه هل بالفعل ممكن يبقى في لاعبين قادرين ان هم يتواجدوا في النادي الاهلي دلوقتي حتى بغض النظر عن وجود عمار حمدي او اليو ديانج او حمدي فتحي مين هيشارك ولا لا، ولكن الاهم دلوقتي ان بيدرس موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي ان هو يبدا يوظف عمار حمدي اللاعب المتالق، لاعب ونجم طبعا، واحد من نجوم المنتخب الاولمبي السابق اللي تالقوا في الاولمبيات الاخيره اللي كانت في طوكيو، وشفنا تالقه مع العميد حسام حسن في نادي الاتحاد السكندري، وعودته للنادي الاهلي بيته كان امر طبيعي جدا في هذا التوقيت في ظل احتياج النادي الاهلي ان هو يبدا يخلي اللاعبين دول ياخدوا فرصه. اعتقد من وجهه نظري الشخصيه ايضا ان عمار حمدي واحد من اللاعبين الجوكرز الموجودين، زي ما بنتكلم على اكرم توفيق وتالقه ان هو بيقدر يلعب في اكثر من مركز، عمار حمدي من اللاعبين اللي بيجودوا ده، شفناه مع الاتحاد السكندري بيلعب في مركز الظهير الايمن، بيلعب في مركز 8، بيلعب على الاطراف، لاعب تقدر خامه تقدر توظفها زي ما انت عايز، ايضا صغير في السن ولاعب متميز بشكل كبير جدا، وان شاء الله هيكون ليه شان كبير جدا مع النادي الاهلي. موسيماني دلوقتي بيفكر ان هو يبدا يوظفه في مركز الوسط الدفاعي اللي بيكون عنده ادوار هجوميه، يعني الدور بتاع عمرو السوليه اللي بلغه الكوره بيقولوا عليه مركز 8، عشان يكون متواجد ويكون داعم للنادي الاهلي في كل الموسم. النادي الاهلي عنده مشاركات طويله جدا هذا الموسم، ابتداء من الدوري العام الممتاز، دوري ابطال افريقيا، مشاركات كاس العالم للانديه، فطبيعي ان انت تبدا تريح اللاعبين الاساسيين، لازم عمرو السوليه تحديدا يبدا ياخد فتره من الراحه ويكون في بديل ليه متواجد على نفس الكفاءه عشان ما يحصلش اي اصابات لا قدر الله. فبالتالي عمار حمدي واحد من الركائز الاساسيه، وموسيماني دلوقتي بيفكر ان هو يمنح الفرصه لعمار حمدي في تشكيل النادي الاهلي عشان يبدا يستفيد منه في بعض المباريات، ولازم اراحه السوليه وطبعا حمدي فتحي. فنفس السياق، لاعبين صغيرين بيكملوا طبعا كده. صغيرين في السن ولكن كبيرين في المقام، يعني ده اللي بنحكي فيه غانم، والاستمراريه بقى، والاستمراريه ده اللي بياكد الجزئيه برضو الخاصه بنادي الزمالك. يعني فكره رحيل فرجاني ساسي وان يتم الاعتماد على امام عاشور في مركز 8 وان هو يلعب جنب طارق حامد، انت بتستفيد من الخبرات، وفي نفس التوقيت يكون لاعب صغير في السن بياخد الخبرات ويبتدي ان هو يندمج مع القوام الاساسي للفريق. نفس الكلام بالنسبه ايضا ان يكون عمار حمدي بياخد فرصته مع النادي الاهلي، يكون بيلعب في مركز 8 ويتم اراحه، او يكون بيلعب بجانبه عمرو السوليه او اليو ديانج، ياخد من الخبرات وفي نفس الوقت ياخد حساسيه المباريات ويبتدي يشارك مع النادي الاهلي بشكل اساسي خلال الفتره
المقبلة. عندنا أخبار إيه تاني يا فرح؟ عندنا أخبار من النادي الأهلي، نروح معاكم للدراويش. النادي الإسماعيلي، واستقر مجلس الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي على استمرار محمد صلاح بوجريشة في منصب مدير الكرة بالجهاز الفني الجديد للفريق، وكذلك استمرار أحمد العجوز ومحمد حمص في منصب المدرب العام مع المدير الفني الأجنبي المنتظر التعاقد معه خلال ساعات قليلة. طبعا من المقرر ان يصطحب المدرب الجديد مخطط احمال اجنبي، فيما يجري مجلس الاسماعيلي مفاوضات كمان مع الثنائي سيد السويركي او احمد الدهراوي لتولي منصب مدرب حراس الدراويش خلال الساعات اللي جايه المقبله. هنبتدي نسمع مع حضراتكم كل جديد بخصوص المدير الفني للاسماعيلي، ولكن دايما يظل الجمهور بيطلب بالاستقرار وبيطالب بالاستقرار، وان يكون في خلاص بقى يعني استقرار كده في النتائج، النتائج تكون ماشيه في سياق مهم خلال الفتره اللي جايه، وتكون النتائج ايجابيه، لانه خلاص احنا بنتكلم 19 هتبتدي المباريات ترجع، مش هيكون في فتره الاجازات، هيكون في ضغط مباريات مره ثانيه، فلازم يكون قبل الفتره دي المدير الفني جه واخد فرصته ان هو يبتدي يتعرف على اللعيبه ويكون في ثبات في التشكيل، علشان النتائج اكيد تكون على ورق ما يرام خلال الفتره اللي جايه بعد عوده او استكمال مسابقه الدوري. اعتقد ده اهم حاجه يا غانم، ان يكون في استقرار في النتائج. جمهور الاسماعيلي يطالب ان لازم يكون في نتائج ايجابيه. جايه صعبه، مواجهه نادي الزمالك اللي جاي على طول، اللي طالع من هزيمه، وركزنا على الحته دي في من كام يوم انا وانت، اعتقد هتكون مباراه هامه جدا لجماهير نادي الاسماعيلي ومجلس ادارته واعتقد الجهاز الفني، فكان الله في العون اكيد. صحيح. الخبر اللي جاي بقى لازم انا وانت نناقشه شويه وندي الناس حقها فيه. ايه بقى؟ لان نادي مصر المقصه، الجميع توقع في بدايه الموسم ان نادي مصر المقصه هيطلع يعاني. ليه المعاناه؟ نادي بيتخلى عن كل القوام الاساسي، كل اللاعبين اللي عندهم خبرات، ابقى على اللعيبه. حسني فتحي الظهير الايمن اللي صحيح. كان شهد فتره تواجد ليه في نادي الزمالك، وصبيحة المدافع، فكل اللاعبين اللي في الصورة أمامنا لاعبين أول مرة بينشطوا في الدوري العام الممتاز، أو كانوا متواجدين بعض مع بعض الأندية بس ما لهمش دور فعال، كلهم قايمة. ولكن أنا هنا مع الأزمة المادية أنا عايز كل الكلام ده عشان أهني كابتن تامر مصطفى. كابتن تامر مصطفى خامة مبشرة جدا، مدير فني عنده رؤية أكثر من رائعة، مدير فني عنده فيجن يا فرح تخلي اللاعب فعلا يطلع أحسن ما عنده. فبالتالي الجميع كان متوقع ان هم هيظهروا بشكل غير جيد في الدوري العام الممتاز، ولكن اول مباراه بيتعادلوا مع بيراميدز بعد ان كانوا متاخرين، والمباراه بتنتهي ب2-1، لولا هدفي كارتي كانت المباراه دي ممكن تشهد هزيمه بيراميدز او تعادل كلا الفريقين. في الجوله الثانيه بيحقق المفاجاه وبيهزم الجونه اللي عنده بقى العكس، نجوم متمرسين في الدوري العام الممتاز بشكل كبير، 2-0. وفي اخر مباراه بيتعادل سلبيا مع سيراميكا عشان يكون مصر المقصه بعد انتهى 3 جولات عنده من النقاط 4 نقاط، اعتقد حتى هذه اللحظه حاله فنيه كويسه جدا. فبالتالي الخبر طبعا اللي معانا ان الجهاز الفني حاليا للمقصه بقياده كابتن تامر مصطفى بيفكر ان هو يدعم او يبني على ما بداوا في هذا الموسم، ولازم فتره الانتقالات الشتويه في يناير القادم هيكون في تدعيم لاكثر من مركز في صفوف الفريق في ظل حاجته لاكثر من لاعب يكون بقى عنده الخبرات، يبني كمان على اللاعبين الموجودين ويكون لاعبين اكتر عندهم نوع الخبرات او التمرس في الدوري العام الممتاز. كل التحيه طبعا للكابتن تامر مصطفى وللاعبين على النتائج الجيده حتى هذه اللحظه، وده المهم. اعتقد ان المقصه محظوظ، يعني محظوظ بالقماشه اللي انت بتحكي عليها، فكره ان هو يكون عنده مدير فني زي كابتن تامر مصطفى. بنبتدي نفتكر مع بعض قصة كابتن إيهاب جلال قصة كابتن إيهاب جلال، فكرة إنك يكون عندك قماشة لعيبة بتعرف تشتغل عليهم صح، بتعرف إن أنت تطلع منهم إمكانيات عالية جدا في ظل إمكانيات النادي اللي ممكن تكون محدودة. وطبعا كمان بسبب مثلا المعاناة المادية شوية خلال الفترة اللي فاتت اللي كان بيعاني منها فريق مصر للمقصة، ده بيأكد نفس المقولة إن هم ممكن يكونوا محظوظين بكابتن تامر مصطفى. إن شاء الله تظل النتائج على ما يرام خلال الفترة اللي جاية، ودايما يكون في استغلال للجزء المهم أو اللي موجود عند اللعيبة اللي فعلا عايزة تأدي حاجة كويسة وتطلع مستوى كويس خلال الموسم ده. هنستكمل مع حضراتكم باقي أخبارنا وباقي فقراتنا في صباح أون تايم، ولكن استأذنكم فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية، انتظرونا.
عودة لحضراتكم مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، لسه مكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح اون تايم. عايزين نتكلم معاكم كده سريعا كمان عن تاريخ مواجهات منتخبنا الوطني مع انجولا. طبعا منتخب مصر وانجولا كان في 6 مواجهات ما بينهم سابقه، حقق خلالها المنتخب المصري الفوز في 4 مباريات وتعادله في مباراتين ولم يخسر في اي مباراه امام انجولا، ده المنتخب الوطني. اعتقد انه تاريخ المواجهات مبشر، وشايفه انه ده لا ممكن يكون باذن الله في مصلحتنا، وان شاء الله يتم حسم اللقاء كده من البدايه ونحسم الصعود قبل المباراه اللي جايه بعدها ان شاء الله يا غانم، وده يطمنا يعني يخلينا ان احنا باذن الله كده قبل المباراه المقبله نكون مطمنين وخلاص، يبقى الجمهور المصري هنا بيحتفل وبيسعد بعد التأهل. مصر تاريخ كبير يعني، واحنا قدامنا الاهداف اللي بتعرض. طبعا مصر تاريخ كبير جدا، بعض الدول في القاره الافريقيه يعني في دول لا غبار عليها، سواء كوت ديفوار، الكاميرون، السنغال، بدات تدخل الجزائر، المغرب، تونس، ولكن كل فتره كده بيكون في بعض المنتخبات زي توجو اللي ظهرت فجاه مع وجود نجم كبير زي ادي بايور وقدروا ان هم يوصلوا كاس العالم. انجولا ظهرت شويه كان في بعض النجوم، ولكن دايما مصر كبيره جدا بوجودها على قمه هذه الدول، طبعا احتلالها اكثر الدول تتويجا بكأس الأمم الإفريقية. خلونا نشوف تقرير صوتي عن مواجهة مصر وأنجولا ونرجع نكمل تاني مع حضراتكم. أكيد رأي الجمهور كمان يهمنا، عايزين نعرف من وجهة نظركم بقى، هنروح كده نشوف كمان رأي الجمهور في مين اللي يقود هجوم منتخبنا الوطني، ونرجع لكم مرة تانية. ان شاء الله محمد صلاح ومحمد شريف. وتحت منهم قفشه. هو انا رشح محمد شريف طبعا، بس طبعا المدرب اللي بيقود منتخب مصر حاليا هو ما اقتنعش بيه ومقتنع بمصطفى محمد في الهجوم كافضل من محمد شريف. واتمنى يعني ان شاء الله نعمل ماتش كويس باذن الله. يعني مثلا صلاح اساسي، ده اكيد هيلعب. مثلا اكتر واحد هيساعد صلاح محمد شريف، من تحتهم طبعا قفشه. انا يهمني محمد صلاح طبعا يجيب الهدف الاولاني تمام كده، ولو قفشه برضه حبيبي يجيب الهدف الثاني يبقى الدنيا زي الفل كده ان شاء الله. هو تفكيري كله في محمد شريف، يعني هو يعني دلوقتي اقوى مهاجم في الدوري المصري، وهو ان شاء الله هيبدا محمد شريف وهيبدا بقفشه. يكون صلاح طبعا ده اساسي، وان شاء الله ممكن، انا شايف ان شريف ياخد فرصه ومجدي قفشه رجع برضه، دي حاجه كويسه جدا. احنا بنلعب على علم الكره لصلاح وهو هيجيب الجول. ممكن محمد شريف اكيد يعني ان شاء الله. انا شايف مصطفى محمد ومحمد شريف يعني هو اللي هيبقى البديل الثاني لمصطفى محمد، بس مصطفى محمد هو الاساس يعني هو اللي هيبدا بيه، وممكن هو يبدا بمحمد شريف ناحيه الطرف مثلا. انا من رايي ما فيش غير محمد شريف في الوقت الحالي، لازم الماتش ده يلعب بصلاح وقفشه ولازم يبقى قدامهم محمد شريف او احمد ياسر ريان، مهاجم بيعرف يلعب بالكره على الارض. دي كانت اراء جماهيرنا عن بعض طبعا الاراء الخاصه بقياده هجوم منتخبنا الوطني المصري. خلونا نشوف واحد من نجوم منتخب مصر، واحد من نجوم الاهلي والزمالك، الكابتن محمد عبد الجليل والمدير الفني السابق ايضا لفريق مصر للمقصه، وحديثه عن مواجهه مصر امام انجولا وفرص مصر ايضا في هذه المباراه، ونرجع نكمل تاني مع حضراتكم. بص اقول لك على حاجه، انا من نوعيه لان انا اشتغلت مدير فني وكنت بحط تشكيل وحط احتياطي وحط ناس بره السكور، فكانش حد بيعجبه حد. فانا بصراحه حته الاختيارات دي بتاعت الراجل، جاب علي، جاب زيد، زاد، جاب عبيد، هو ده اختياره. بص في ناس ما كنتش متوقعها تخش ودخلت، وناس ما كانتش متوقعه ان هي تطلع وطلعت. الراجل ده يا ذكي قوي يا مش فاهم ليه اول مره قفشه وشريف نفس مستواهم اللي خدهم فيه برضه المعسكر ده، ما لا زادوا ولا قلوا. وشوف الماتشات، سيبك من الماتش برضه الاهلي والزمالك 5 دي، لا ما هو كان جايب له جونين في الماتش الودي صح، ما خدوش. الراجل ده في حاجه في دماغه عايز يبين ليهم ان انا العب باي حد، ودي برضه مساعده بتبقى من المساعد المصري اللي معاه كابتن ضياء او كابتن محمد شوقي او الحضري، بيقولوا له ان حاسس اللعيب المصري، ودي فعلا ان انت ما تحجزش مكانك في المنتخب. وهو راجل في الخليج برضه وعارف ان هي كده، لما نازل واحد بيضمن
طبعا بنركن كل دوم على كوم بقى، واللي ضامن اللي يلعب هو محمد صلاح ربنا يعني يبعد عنه الاصابات. اه انا بتكلم على اللعيبه مع المصريه، وبرده فيهم ناس من الاجانب، ولو ان هو من النوع اللي بيحب المحترف. ليه؟ المحترف بيريح له دماغه، بدل ما تقولها لي مره وما ثلاث مرات ولا مرتين بتقولها لي مره، فبعرف انت عايز ايه. في عندنا مصريين برده ايه، بس احنا شويه الفهلاوه عندنا، اما يقولها لي مره وبعد كده ايه احاول ايه، في لعيبه كانت تقيس المدرب، تعمل حركه كده تشوفه بقى ايه شخصيته ايه. فالراجل اكيد برده ده لعيبه كوره ومش سهلين، فحبوا يقيسوه هو اللي اسهم. استكمالا معاكم لكل الامور الخاصه بمنتخبنا المصري، من الحاجات كمان اللي ممكن تكون شاغله بال الجمهور المصري هو غياب محمود حمدي الونش عن المباراه المقبله. هل ممكن فعلا انه يكون كده في اطمئنان او طمانينه انه في لاعب ممكن يعوض غياب الونش بعد اعتياد الجمهور المصري على وجوده دائما مع منتخبنا الوطني؟ بصراحه يعني الاداء الرائع والرجولي اللي دايما متعودين عليه كجمهور مصري لمتابعه المنتخب الوطني. ولكن قبل ما نروح نشوف بقى اراء الجمهور وراي طبعا الجمهور شايف ازاي ممكن يتم تعويض غياب محمود حمدي الونش، نسال غانم. ازاي يا غانم؟ دايما انت بتحبي تعملي كده، غير اتخطفتك تاني. لا لا، بصي هو في مجموعه من الحلول كلها منطقيه. الحل الاول كاس الامم الافريقيه 2019 كانت في القاهره، كان موجود محمود علاء واللي شارك جنب حجازي. انا حجازي هو بالنسبه لي هو اللي انا هبني عليه. انا مش عايز دايما المركز ده حساس، كل اللاعبين الموجودين لاعبين اكفاء كلهم يقدروا يسدوا الثغره، ولكن انا ببص على الانسجام، مين اللي بيقدر يلعب على الناحيه اللي جنب حجازي، اللي دايما حجازي بيحب يكون مايل للناحيه العكسيه. فبالتالي محمود علاء الناحيه اليمين اللي بيتواجد فيها والثنائيه اللي بيشكلها مع حجازي ده رقم واحد. رقم اثنين تنسيش وجود لاعب زي ايمن اشرف. طبعا ايمن اشرف ايضا من الحلول اللي ممكن كروش يبدا يجربها يشوف، وخصوصا مع تغيير طريقه اللعب او وجود فتوح وتامينه فمش ممكن مش ممكن يحتاجه قوي كباك ليفت، ممكن يستعمله كسيرد باك، وخصوصا ان هو ناجح في المركز ده كمان مع النادي الاهلي. صحيح. فالحلول كلها بالاضافه الى اللاعب الجديد اللي منضم حديثا لمنتخبنا الوطني المصري احمد ياسين، في شغف، انا ممكن ابقى عايز اشوف بس الفهمات او القدرات اللي عند اللاعب ده، لان هو انت كمان يا غانم قوي زي ما كنت بتقول لكابتن ياسر ريان انك تبتدي تشوف اللعيبه اللي لسه واخده فرصه جديده. ولكن كابتن ياسر كان بيقول لك مش في المباريات دي، يعني ممكن ان هم ياخدوا فرصه ولكن مش بيحبز قوي ان هم ياخدوا فرصه في المباريات. يعني ما وجهات نظر، بس مصر على صداره المجموعه فرصه كويسه ان انا اشوف لاعب في مباراه رسميه غير ما بشوفه في مباراه دوليه. عمر مرموش طبعا كابتن ياسر ريان ذكر عمر مرموش شفناه في مباراه رسميه، لو كان تالق في مباراه وديه خلي بالك دايما الحكم على المباريات الوديه بيكون مش زي الحكم على مباراه رسميه. حتى وان نفس اللاعب تالق بنفس ظروف المباراه دايما الاحساس بالطابع الرسمي بالظبط. لا وانجولا يعني مختلفة. مش منافس قوي قوي، فرصه جيده لمصر، متواجدين في صداره المجموعه الحمد لله، مباراه خارج الديار، مباراه الجابون كمان مباراه مهمه، ليه ما اشوفش خامه جيده زي احمد ياسر ريان، عشان بدل ما يكون عندي مصطفى محمد واحد لا يكون عندي احمد ياسر ريان ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد شريف وكل هؤلاء اللاعبين. محمد شريف خد بعض التجارب مع كابتن حسام البدري، واعتقد كانت اول مباراه رسميه ليه، كمان انا كنت متواجد مع المنتخب في جزر القمر، فاعتقد كل الاسماء دي مرشحه سواء في الخط الامامي، ولكن كان سؤالك على الخط الخلفي فاعتقد محمود علاء وايمن اشرف الاقرب يعني. تمام، هنروح مع حضراتكم بقى نشوف رايكم كان ايه، ازاي ممكن يتم تعويض محمود حمدي الونش مع منتخبنا الوطني في المباراه المقبله، ونرجع لكم تاني. شايف بصراحه ايمن اشرف ده احسن اختيار بعد الونش، انا شايف الثنائيه بتاعت ايمن اشرف وحجازه هتكون كويسه. اللهم صل على النبي، هيبقى اكرم توفيق، اكرم توفيق موجود، اكرم توفيق، بس يعني كابتن كروش يعني المفروض يفكر في اعاده قفشه ومحمد شريف تاني، اللي هو ما ينفعش اللي هو يسيب قفشه ومحمد شريف تاني. شفت في ماتش الزمالك كانوا عاملين ازاي؟ حمدي فتحي، سعد سمير، دي الناس اللي ممكن تاخد مكانه يعني. ايمن اشرف، محمود علاء مستواه متذبذب، والنتيجه في الماتش بتاع الاهلي والزمالك كان مستواه ضعيف جدا، وكان من اسباب خساره الزمالك كان من ضمنهم محمود علاء. ايمن اشرف انسب واحد طبعا. محمود علاء افضل واحد. علي جبر
حاليا دلوقتي يعني. أيمن أشرف. أيمن أشرف. ما حدش هيعوض غياب الونش. الراجل لعيب أساسي منتخب مصر في آخر سنتين ولعب أولمبياد، فهيبقى يعني تعويضه صعب شوية، ولكن ممكن أيمن أشرف ياخد مكانه يعني في الماتش ممكن. أنا شايف أيمن أشرف أو ياسر إبراهيم جنب حجازي طبعا. دي كانت آراء الجماهير، وزي ما حضراتكم تابعتوا البعض قال ياسر إبراهيم، البعض قال أيمن أشرف. هنشوف في الآخر فكر كروش اللي دايما كل مباراة بيفاجئنا. المهم في النهاية إن كل لاعب يرتدي قميص منتخبنا الوطني المصري يشعر بالمسؤولية ويكون عنده هدف واحد، وهو إن هو يبذل أقصى ما لديه في إسعاد الجماهير. زي ما حضراتكم عارفين إن معانا دايما فقرة هامة جدا، خصوصا في هذه الفترة اللي فترة بتكون فترة انتخابات في جميع الأندية وأيضا الاتحادات اللي بتمارس الأنشطة الرياضية داخل مصر. فقرة صوت الانتخابات دايما فقرة بنحاول إن احنا فيها نقرب من كل المرشحين، نشوف أفكارهم وآرائهم وأهدافهم خلال الفترة القادمة. النهاردة يكون معانا لقاء مع الثنائي الكابتن روحي العربي وأيضا طارق سمير المرشحان لعضوية مجلس إدارة نادي الطيران. تعالوا نشوف آرائهم وأفكارهم، نرجع نكمل تاني مع حضراتكم. انا بتكلم عن ملف انتخابي وليس برنامج انتخابي، لان البرنامج الانتخابي انا دايما بقول ان هو بيتطلب معرفه بالمجلس السابق وبعض المعلومات اللي هي ما بتبقاش موجوده عند معظم الاعضاء المرشحين. الملف الانتخابي عندي هو عباره عن ملف الكتروني، وده العقل المدبر لبقيه الملفات وبقيه القطاعات زي الملف الرياضي، الملف الطبي، ملف تحسين خدمات الأعضاء، ملف التوظيف، ملف ظهور كبار السن. كل الملفات دي مرتبطة ببعض من خلال الملف الإلكتروني، وده أهم حاجة عندي. ابتديت بالفعل أوجد ده على أرض الواقع بمجرد ما أعلنت الترشح. أنا نزلت على أرض الواقع واشتغلت، وكان هدفي أن أنا دايما أوفر مصاريف الدعاية والفكر الدعائي وأغير الفكر الانتخابي على قد ما أقدر، أن ما يكونش فيه أي خصومة مع أي قائمة أو أي مرشح. بالعكس، هم كلنا إخوات وكلهم إخواتي وعشرة العمر، وكلنا بنعمل للعمل العام للهدف المصلحة للأعضاء والبيتنا التاني بمنتهى الحب والإخلاص. كان الهدف كله أن أنا أتحرك على أرض الواقع سريعا، أن أنا أثبت للسادة الأعضاء وأهلي وإخواتي أن إحنا قد المسؤولية وأن إحنا نقدر نوجد ده على الـ 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 الشغل في الطبيعة. والحمد لله قدرت أفتح العيادة الدايمة بمجهودات بسيطة وفكر مختلف، لأنه أنا دايما برضو بقول أن الفقر فقر تفكير، مش فقر مصدر مالي أو فقر فلوس. الفكرة كلها أن أنا اشتغلت على جميع الملفات في آن واحد مع بعض بشكل متوازي، بحيث ان انا اقدر اربط كل ملفات الفكر الانتخابي بتاعتي مع بعضيها من اول العيادة لحد نسبة الخصم اللي خدتها من اكبر مجموعة شركات خاصة للتحاليل في مصر والاشعة. ربنا وفقني في حاجات كتير الاعضاء لمسوها على ارض الواقع. عملت ديمو بسيط للفكر الالكتروني الجديد، ان انا ازاي اقدر اخلي الاعضاء يجددوا اشتراكاتهم ويحجزوا مواعيد التدريبات والانشطه الرياضيه لاولادهم، كل ده عن طريق السوشيال ميديا الواضحه وصريحه، وبقت بتسهل موضوع الدعايه بتكلفه بسيطه بعكس طباعة الأوراق والفايلات والبانرات والكلام ده كله. ده بالنسبة للجزء بتاع الملف الانتخابي. المختلف أنا اشتغلت عن طريق اتجاهين. الاتجاه الأولاني أنا درست كل البرامج بتاعة السادة المرشحين اللي هم إخواتي وحبايبي المنافسين الشرفاء بشكل محترف شوية، بحيث ان انا اخدت من كل عضو مرشح قصادي اخدت منه اهم نقطة هو بيتكلم فيها، جمعت النقاط دي وبقى عندي برنامج انتخابي زيهم وعندي ملف الانتخابي بتاعي، بحيث ان انا نفذت الملف الانتخابي قبل الترشح ودرست البرنامج الانتخابي بتاعهم ما بعد الترشح، بحيث ان انا كل حد مرشح هو حد ذو قيمة وحد قوي أخدت منه أقوى نقطة عنده، وده كان فكر مختلف شوية. وبقى عندي برنامج انتخابي عبارة عن
21 برنامج انتخابي فوق السن ل 21 مرشح انا من ضمنهم، ودرسته كويس، وده البرنامج الانتخابي بتاعي، وده اللي هقدر اقدمه للاعضاء، ان هقدم حاجه بشكل مختلف، هقدم فكري وهقدم فكر الاخرين. فمن هنا انا عملت جمع بين افكار كل المرشحين وبين فكري الخاص. طبعا هو نادي الطيران الرياضي بيمتاز حتى من اسمه ان هو نادي رياضي قبل ما يكون اجتماعي. الناحية الرياضية هي من ناحية مهمة جدا جدا. طبعا انا يعني حاليا دلوقتي الحمد لله، واحنا فاضل لنا تقريبا يومين على الجمعية، عقد الجمعية العمومية، قدرت اعرف طلبات الاعضاء تحديدا في الرياضة، لان هي دي اكتر حاجة بتمثلهم وبتمسهم وبتمس اولادهم، ان انا ازاي اقدر البي طلباتهم من اول تحديث الملاعب لحد ازاي يكون في رؤية لتطوير الاولاد. في حاجة جديدة يمكن ما حدش اتكلم عنها قبل كده، هي الطب النفسي الرياضي. الطب النفسي الرياضي هو حاجة مهمة جدا جدا جدا، اللي هو ازاي اقدر اخلي الرياضي لما يخش في مسابقة او في بطولة مستواه ما يقلش، لانه بيحصل انه هو بيكون الرياضي ده حد قوي جدا في التمرين، بينزل مجرد ما ينزل للبطولة هو مستواه بيتغير، وما بتبقاش الاسرة والمدربين والمجتمع كله مش فاهم ايه اللي بيحصل. فدي حتة انا مركز عليها قوي في حتة الرياضة، اللي هي الطب النفسي الرياضي، ازاي احافظ على مستوى الرياضي في جميع مراحله، من اول التمرين لحد وجوده في البيت والأسرة، لحد مرحلته الدراسية او التعليمية، لحد البطولة نفسها. الشغل اللي اتعمل قبل كده هو شغل محترم. احنا يعني المجلس الحالي وكابتن هشام تحديدا قدر يعلى بالمستوى واحدة واحدة، لكن كان في مشكلة بتقابله دايما، اللي هي عامل الوقت والكورونا والتوقفات و و و. فأنا ما عنديش سلبيات، دايما ببص للإيجابيات ما ببصش السلبيات، بحيث يحصل تطوير. يعني نبتدي من حيث انتهى الآخرون، لأنه المجلس مش دايم، فكر حضرتك دايما هو اللي بيبقى دايم، ودايما انت بتقدر تقدم ايه، ودايما الدماء الجديدة بيكون ليها الأولويات في الشغل وفي العمل، عشان تقدر توجد فكرها وتكمل من حيث انتهى الآخرون. بما ان انا مرشح مستقل واعلنتها ووعدت ربنا سبحانه وتعالى قبل اي حاجة ان هو عمل عام وخدمة الاعضاء، انا مش منتظر فوز او خسارة، انا منتظر يا اما في وجود كرسي او عدم وجوده. واللي بيعمل عمل عام او بيشتغل في العمل العام مش محتاج كراسي. فانا كده كده الحمد لله بفضل ربنا علاقتي بالقوائم كلها كاملة كويسة، والمرشحين كلهم الحمد لله بفضل ربنا علاقتي بيهم كويسة، فانا هقدر اشتغل مع اي حد سواء انا داخل المجلس او خارجه، لان العمل العام مش منتظر ان انا اكون جوه. انا فعلا خلاص انا موجود في النادي وموجود مع الناس. بالنسبة لوقتي وتفرغي الحمد لله، انا كان بقالي فترة كبيرة بعيد عن النادي كعمل عام بسبب ظروف الشغل، لكن لما ظروف الحمد لله تم السيطرة عليها والتحسن في امور الشغل الخاص، ابتدى بقى في عندي إدارة بتدير لي شغلي، فابتديت انا عندي وقت فراغ فاضي، فقلت اول حاجة هبتدي اعملها ان انا اكون موجود في بيتي التاني مع اهلي واصدقائي واصحابي وعشة العمر، ان انا اقدر اديهم من وقتي في المرحلة الجاية ان شاء الله. انا البرنامج الانتخابي بوجه عام احنا نطرق لكذا حاجة: النشاط الرياضي، النشاط الاجتماعي، برنامج خاص بمجال العمل بتاعي، عايزين نخلي النادي يدخل مع سياسة الدولة في التحول الرقمي والديجيتال بالنسبة للنادي. عايزين نخلي أعضاء النادي كل عضو بيبقى ليه كود معين بجانب رقم عضويته، الكود دوت يقدر يتحل بيه حاجات كتيرة قوي، يقدر يعمل بيه يجدد بيه عضويته على النت، يعمل بيه أي تعامل بيننا وبين النادي. عايزين نضيف في النادي حاجات كتيرة قوي، عايزين نخلي الواي فاي والنت متوفر للنادي كله. في المجالس الحالية عملت إضافات في النادي، احنا جايين إن شاء الله عايزين نكمل الحاجات ديت ونطورها ونشتغل عليها. عايزين نعمل النشاط الرياضي، عايزين نشتغل على الملاعب. ملاعب محتاجة شغل كبير، تجديد كامل. الأعضاء الرياضيين،
عايزين نركز على الأعضاء الرياضيين المميزين اللي هم يستاهلوا يكونوا أعضاء رياضيين موجودين في النادي. المفروض العضوية الرياضية ديت دي غير العضوية العاملة. فالمفروض العضو الرياضي دوت يكون عضو مميز مميز جدا. فلازم نراجع الموضوع دوت. مفيش مجال للمجاملات. عضو رياضي يعني ده هيضيف للنادي، هيعمل ميزة للنادي، وهو دوت اللي هياخد العضوية الرياضية. بجانب بقى نشتغل على المدربين. المدرب ده لازم يكون مدرب على أعلى مستوى، وخصوصا تحتيها خطين، المدرب اللي بيشتغل مع البراعم والناشئين. احنا لازم نطلع جيل كامل من أعضاء النادي الرياضيين المميزين اللي نقدر يلعبوا في الفرق الرياضية الأولى، ونقدر نبيع منهم للنوادي الثانية ويدخلوا دخل مناسب وكويس. بنحاول نعمل شراكة بين النادي بتاعنا وبين الأندية الأخرى، نفيد ونستفيد، تبادل مشترك بيننا وبين بعض، تدريبات، ماتشات، إقامة، رحلات، الكلام ده كله بين الفرق بينها وبين بعض. ده أنا شايفه في النشاط الرياضي. النشاط الاجتماعي طبعا احنا عايزين نركز على الحفلات، رحلات، الفنادق المميزة اللي تليق باسم نادي الطيران وبعضو نادي الطيران. مش اي اوتيل النادي يطلع الرحلة منه ليه، لازم الاوتيل اللي عضو النادي يروحه يكون يستاهل اسم نادي الطيران ويكون مميز. عشان كده احنا عايزين نركز في الموضوع ده قوي. النشاط الاجتماعي انا شايف ان المجلس الاداره الحالي عمل حفلات للمسنين. انا شايف ان احنا محتاجين شغل اكتر كمان على المسنين. المسنين دولت المفروض يعني من وجهه نظري، اذا كان الجمعيه العموميه هتوافق ومجلس الاداره هيوافق، المفروض يعفوا من الاشتراك يكرموا. يعني المفروض اللي فوق 70 سنه دوت يبقى معفى اللي هو يدفع تجديد الاشتراك السنوي. المفروض اللي فوق 60 سنه على الأقل هنعمل له تخفيض 50% من الاشتراك. المفروض الهانديكاب وأسر المعاقين المفروض يعفوا تماما من الاشتراك بغض النظر عن السن. يعني الأسرة اللي عندها ولد هانديكاب المفروض تعفى من الاشتراك، يعني مساندة من النادي مع الأسرة ديت. بجانب أنشطة كتيرة محتاجين نشتغل عليها. تسويق، احنا عايزين نعمل تسويق فعال للنادي واللعيبة في النادي، ونشوف ناس رعاة ماديا فقط لا يتدخلوا في فنيات اللعبة. بعد ما تعرفنا مع حضراتكم على 2 من المرشحين لنادي الطيران، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. نروح مع حضراتكم دلوقتي لفاصل قصير، نرجع لكم مره تانية نكمل باقي فقراتنا في صباح اون تايم على شاشه قناه اون تايم سبورتس. انتظرونا. أهلا حضراتكم مشاهدينا مرة تانية، ولسه مكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح اون تايم. زي ما حضراتكم عارفين يعني يمكن نتائج الإسماعيلي خلال الفترة اللي فاتت مش على ما يرام، وأكيد جمهور الإسماعيلي عايز يعرف كل جديد وعايز يطمن على فريقه. يعني يمكن هم لعبوا 3 مباريات وخسروا 3 مباريات، وكانت بداية غير جيدة في مسابقة الدوري المصري الممتاز. علشان كده هيكون معانا دلوقتي في لايف الكابتن أشرف خضر نجم الإسماعيلي السابق، علشان نتكلم معاه، وكمان هو عضو اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، نتكلم معاه عن كل الأمور الخاصة بالنادي وتفاصيل كتير جدا وإجابة على أسئلة الجمهور. صباح الفل على حضرتك يا كابتن. زي حضرتك، صباح الفل. أهلا بيك، نورنا وصباحك زي الفل. ربنا يخليك كابتن اشرف. انا عايز ابدا مع حضرتك في البدايه باول خبر، يعني قبل ما نتكلم عن الامور الفنيه، كان معانا خبر بدانا به الحلقه، وجود الكابتن محمد صلاح بوجريشه، استمراره في منصبه كمدير للكره، وايضا وجود 2 من اصحاب الخبرات سواء مع النادي الاسماعيلي او منتخب مصر، الكابتن محمد حمص والكابتن احمد العجوز. شايف ما يعني يدور في النادي الاسماعيلي في الفتره الحاليه وقصه المدير الفني الجديد، ورايك في التشكيل اللي موجود حاليا حتى هذه اللحظه للجهاز الفني الجديد للنادي الاسماعيلي؟
طبعا جهاز فني محترم، اولاد النادي كفاءات كبيره، كابتن محمد صلاح ابو ريشه مدير كوره طبعا حاجه محترمه، كابتن احمد العجوز مدرب عام، كابتن حمص اعتقد جهاز فني على اعلى مستوى. مستنيين ان شاء الله، هم شغالين يعني بشكل كويس جدا، متابعين وموجودين معاهم. الامور ان شاء الله تتصلح الفتره اللي جايه اكيد، يعني مستنيين المدير الفني. احنا ان شاء الله يبقى الاعلان عنه قريب قوي، لكن برضو في نفس الوقت الحمد لله في طمانينه للجهاز اللي شغال، شغال بارتياحيه وشغال بنظام. ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه تبقى خير على جماهير النادي الاسماعيلي، والنادي الاسماعيلي يرجع تاني بنتائجه المرضيه ان شاء الله بإذن الله. بإذن الله. طيب كابتن أشرف، لو سألنا حضرتك بقى عن السبب وراء كل الأزمات دي، يعني مع بداية كل موسم بنبتدي نعيش نفس الأزمة مع النادي الإسماعيلي، بيحصل استقرار بعد كده في نهاية الموسم ويبتدي الموسم اللي بعده بنفس الأجواء. عايزين نعرف من وجهة نظرك، شايف الأزمة فين؟ المشكلة فين؟ هل في اللعيبة؟ هل في الجهاز الفني؟ هل في مجلس الإدارة؟ تفاصيل الداخلية إيه سببها إن تكون النتائج بالشكل ده؟ والله يعني احنا بدأنا مستقرين السنة دي بجهاز فني مستقر بقيادة الكابتن طلعت يوسف، لكن برضو خلينا نقول حصل دروب برضو بمرض الكابتن طلعت ربنا يشفيه. يعني موضوع مهم ان انت تبدأي الموسم والمدير الفني مش موجود، ومباريات اعتقد كانت مباريات صعبة جدا جدا. النادي الاسماعيلي لعب 3 مباريات خارج ملعبه، النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا ونادي البنك الاهلي، اعتقد برضو يعني كانت حاجه صعبه يعني في عدم وجود المدير الفني، اعتقد دي كانت سبب كبير قوي. مباراه النادي الاهلي كانت محبطه، لكن اعتقد مباراتين السيراميكا والبنك الاهلي لا، الاسماعيلي ما كانش يستاهل فيهم الهزيمه، اخطاء بسيطه. فعشان كده لا، الاسماعيلي عنده ما شاء الله لعيبه محترمه، وعنده اسكواد يقدر يساعده الفتره اللي جايه ان شاء الله. اعتقد الامور هتتغير برضه بالقرارات اللي هتبقى موجوده الفتره اللي جايه ان شاء الله. الاسماعيلي يرجع بشكل كويس ويقدر يعمل حاجه ترضي محبينه ان شاء الله باذن الله. كابتن اشرف، يعني من قريب من فتره كده حضرتك كنت مشرفنا في البرنامج ايضا الصباحي، واتكلمت مع حضرتك بصفه شخصيه عن بعض اللاعبين اللي حضرتك بتتوقع تالقهم، ولكن حتى هذه اللحظه حاله يعني عدم توفيق لمعظم اللاعبين في النادي الاسماعيلي. من وجهه نظر حضرتك مع يعني اقتراب فتره الانتقالات الشتويه، رايك في المراكز اللي محتاجه تدعيم في النادي الاسماعيلي، شايف ما يعني يتوجب على الجهاز الفني البناء عليه؟ هل هو خط الدفاع، الخط الامامي شايف ان هو بخير بوجود لاعبين زي شكري نجيب، خط الوسط، شايف حضرتك التدعيمات المفروض تكون في انهي مركز، ويعني من وجهه نظرك السبب ليه؟ بعيد عن التدعيمات في اي مركز، هو يعني ضروري احنا محتاجين تدعيمات، النادي الاسماعيلي محتاج تدعيمات خاصه هجوميه في الشق الهجومي. اعتقد حضرتك بتشوف كل الفرق، يعني اعتقد عندها يعني بتتكلم في الشكل الهجومي بيبقى عندك مش اقل من 4 ل5 مهاجمين متميزين. النادي الاسماعيلي عنده مشكله في الموضوع دوت، الناس المسؤوله عن التهديف، وده فرق معانا كتير في ماتشات كتيره. بعيد عن النادي الاهلي اللي هو ما كان خارج الحسابات، احنا في مباراتين سيراميكا والبنك الاهلي النادي الاسماعيلي وصل كتير وضيع جون كتير. اعتقد ده يعني الشغل الشاغل للجنه الفنيه، وان شاء الله بالاشتراك مع الجهاز الفني ان لازم يعني يبقى في شغل في النواحي الهجوميه، بنشتغل على كده، ربنا يسهل ان شاء الله ونقدر يعني نجيب لعيبه كويسه تساعد النادي الاسماعيلي، لان هو الموضوع صعب. حضرتك عارف ان انتقالات يناير دي بتبقى برضو فيها
مشاكل، لكن ان شاء الله الناس كلها بتجتهد وبتشتغل ان يعملوا احسن حاجه للنادي الاسماعيلي ان شاء الله. الحقيقه انه دايما يعني لما بيرحل نجم عن فريق يا كابتن اشرف بيتم تعويضه. رحيل فخر الدين بن يوسف عن نادي الاسماعيلي مع امال كبيره جدا كانت محطوطه عليه وكان فارق جدا في خط الهجوم في النادي الاسماعيلي، اعتقد انه رحيله ممكن يكون فاد خزينه النادي ولكن ما تمش تعويضه بالشكل الامثل. حضرتك شايف ازاي يتم تعويضه خلال الفتره اللي جايه؟ وهل ممكن نشوف خطه مستقبليه يعني مع الجهاز الفني الجديد او مع عوده الدوري ان ممكن يكون في انتقالات يناير نقدر نشوف مهاجم بنفس الكواليتي بتاع فخر الدين بن يوسف ممكن يكون متواجد مع الاسماعيلي؟ اولا انا طبعا بصلح حاجه، ان فخر الدين ما يعني ما ساعدش خزينه النادي لان هو عقده خلص وانتقل لبيراميدز انتقال حر. لكن هو طبعا لعيب كويس جدا وكان ناهي الموسم هو هداف الفريق. لكن برضو مش فخر بس السبب، انا قلت لك ان في عده اسباب. ما بالعكس ده حضرتك يا ريتك ما صلحت المعلومه، لانه المعلومه بالعكس يعني ممكن ان هي ان هو ينتقل زي ما حضرتك بتقول وانه يفيد خزينه النادي، لكن ان هو ينتقل انتقال حر وان ما يكونش بعد الانجاز الكبير اللي قدر يحققه مع نادي الاسماعيلي ما يكونش في خطوط تواصل او مفاوضات من قبل ما ينتقل انتقال حر البيراميدز، بالعكس دي يعني تزعل جمهور الاسماعيلي اكتر بكتير. كلامك صح طبعا 100%، تزعل الجماهير الاسماعيلي، لكن خلينا نقول الاسماعيلي بقاله فتره مش مستقر، والفتره اللي فاتت دي كان وجود اللجنه الفنيه المحترمه كابتن علي ابو جريشه وكابتن عماد سليمان اللي عملوا اعتقد اكتر من اللي عليهم واشتغلوا في ظروف صعبه جدا، لكن انت بتصطدمي بالموارد. ده عشان يجدد كان اكيد محتاج يعني مبالغ وكده، لكن ما حصلش، وبرضه ما حصلش لان في الكواليس برضه بعض الحاجات اللي هي مش هنقدر نتكلم عليها دلوقتي. لكن هو في الاخر مش موجود. لكن انا هقول لك على حاجه، السنه اللي فاتت احنا ما كانش عندنا عبد الرحمن مجدي، كان عنده اصابه وحصل ايقاف بعد كده. عبد الرحمن مجدي لعيب كويس جدا، اعتقد يعني هيساعدنا في عدم وجود فخر، و احنا شفنا في مباراه البنك الاهلي لما نزل الشوط الثاني كان مميز جدا وساعد الفرقه ازاي، واحنا بنتابع التدريبات وهو موجود بشكل قوي جدا، اعتقد هيبقى ليه الفتره اللي جايه يعني كلمه في تشكيل نادي الاسماعيلي وفي نتائج نادي الاسماعيلي ان شاء الله، يقدر يعمل فرق مع زمايله يعني باذن الله. كابتن اشرف يعني اشرك حضرتك معانا في مباراه منتخبنا الوطني المصري امام انجولا، توقعات حضرتك لهذه المباراه، وعايز اناقش مع حضرتك ايضا جزئيه هامه، مش عايز اناقش مين اللعيبه اللي اتاخدوا في القائمه ولكن عايز اناقش مع حضرتك اللاعبين اللي لم ينضموا لقائمه منتخب مصر بناء على الثلاث جولات اللي كانوا في الدوري العام الممتاز. شفنا تالق لعدد من اللاعبين، احمد رفعت بيتالق مع فيوتشر مثلا، نبيل دونجا بيتالق مع بيراميدز، ايضا بعض اللاعبين الاخرين تالقوا مع بعض الانديه زي شكري نجيب في النادي الاسماعيلي. هل شايف ان كان في مفاجات بعدم انضمام بعض من اللاعبين اللي انا سبق وذكرتهم لحضرتك، ولا شايف ان القائمه حاليا كافيه لكيروش ان هو يبدا يبني عليها في الفكر الخاص به لما هو قادم؟ بصراحة أنا بثق جدا في مستر كروش، هو دايما لما الأمور بتتاخد باحترافية وبتتاخد بتحليل الناس كلها لازم ترتاح، والناس كلها تعرف إن هو الموضوع مش على الهوى، الموضوع مش بيتاخد عشوائي أو الاختيارات بتبقى عشوائية. مع كل الاعتراف إن لعيبة كويسة جدا مش موجودة زي ما كان في لعيبة كويسة جدا ما كانتش موجودة قبل كده في الاختيارات، لكن هو الراجل عنده لكل اختيار سبب وبيشتغل زي ما بقول كده بتحليل، وهي فترات هو شايف ان الفترة دي يعني هو حابب المجموعة اللي موجودة معاه، مع كل الاحترام للمجموعة اللي هو ما خدهاش طبعا، لعيبة كويسة جدا كلهم، لكن زي بقولك هو ساب كل واحد فيهم بسبب، هو أعلن الكلام دوت، وأعتقد إن في وقت كبير
ناس بتبقى باصة على اللعيب ممكن من زاوية واحدة، لكن المدرب لا، بيبقى يعني نظرته أوسع وبيبص للتيم ككل يعني. لكن اللعيبة اللي حتى هو ما اختارهاش، هما فعلا زي ما اتفضلت وقلت لعيبة كويسة جدا جدا وأدوا بشكل كويس، لكن هو في الآخر الراجل عنده استقرار، عنده لعيبته اللي لعب بيها واللي عرفه شغله. فأعتقد مستر كروش بنظامه باختياراته لا هتلاقي جديد كل فترة، لكن مش هيبقى جديد عشوائي، هيبقى جديد ما يعني حاجة مدروسة بنظام هيقدر يعمل هو الكلام دوت. لكن عودة محمد شريف ومحمد مجدي قفشة قد تحدث بعض التغييرات في التشكيل الأساسي من وجهة نظر حضرتك؟ ما هو ده بيأكد كلامنا ان الراجل بيحلل وبياخد، عارف محل المباريات اللي بيلعبها واللعيبة اللي تنفع تلعب المباريات دي واللي هو هيقدر يعتمد عليها. طبعا قفشة، لو هنقول قفشة ومحمد شريف قبل الاختيار الفترة وبعد الاختيار، كان شريف راجع من إصابة، كان قفشة مجهد في أمور، عشان كده الراجل كانت الأمور صعبة. تعال بص دلوقتي في الثلاث أسابيع اللي تلعبه، شوف مستوى الاثنين، هتلاقي بتتكلم في كلام يعني ما شاء الله ما شاء الله، فورمة كويسة جدا جدا. وبالتالي هو الراجل خدهم لأنه حاسس إن هو يستفيد بيهم، وهم فعلا فعلا إضافة في الفترة دي يعني. طيب ده يخلينا برضو نروح مع حضرتك عن رأيك في استبعاد طارق حامد وأحمد السيد زيزو ورمضان صبحي وعدد كبير من اللعيبة اللي كانت متواجدة في المنتخب خلال الفترة اللي فاتت، تعليقك إيه؟ يعني لعيبة كبار التلاتة، لكن أنا دايما يعني كمدرب بحب يعني اسيب الامور دي للمدرب، لكن احنا هنتكلم فيها. طبعا هم مدرب، هم لعيبه كلهم كويسين جدا جدا، لكن انت لو بصيتي رمضان صبحي اللي كان ليه دور في في في, في مباراه ليبيا الثانيه، لكن هو الراجل كان طارق يمكن لعب دقائق معدوده، زيزو ما لعبش، لكن هو بيتكلم في السبب ان هم كانوا عصبيين في مباراه القمه. الراجل بيعمل نظام، واعتقد ان كلنا في الاخر خالص لازم يعني نبقى معاه ولازم ندعمه ولازم نقف معاه. فهم اكيد لعيبه كويسه، وهو ممكن هتلاقيه بياخدهم بعد كده زي ما حصل مع شريف وقفشة، والناس زعلت والناس اتكلمت وحللت وقالت ولازم يبقوا موجودين، لكن هو الراجل عارف امتى يبقى يعني يلعب فرقته ويلعب لعيبته ويقدر ياخد منهم احسن حاجه في التوقيت اللي هو شايفه يعني. انا شايفه. طب حضرتك شايف مين اللي ممكن يعوض غياب رمضان صبحي؟ ما 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 يعني 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 مرموش في ظل طبعا في ظل اصابه لا عمر مرموش مش موجود، تريزيجيه مش موجود، في كلام بيتقال ان ممكن ان هو يستعين بقفشة في المكان ده، حضرتك شايف ده ولا لا ممكن يلعب بحد تاني؟ ممكن يلعب بحد تاني. الراجل زي ما بقولك عنده حلول. هو طبعا يمكن رمضان بعد عدم وجود مرموش كان يعني برضو من وجهة نظري انا شايف ان هو كان مهم جدا، لكن اعتقد ان الراجل ممكن يلعب عنده قفشة، وممكن تلاقيه بيلعب محمد شريف يعني، لان موضوع الكلاسيكيات في الكوره بتبقى والنمطيه بتبقى مش عند كل المدربين. فاحنا محتاجين نكسب، وشريف هداف ممكن يتعامل معاه ان احنا بنشتغل وهو بيبقى في بعض الاحيان فرو التاني جنب مصطفى محمد. يعني اعتقد هيبقى عنده الحل دوت بجانب وجود قفشة برضو اشتغل في جناب الملعب وأدى، لأن قفشة برضو ما شاء الله لعيب كبير. صحيح. أعتقد أنه هو عنده حلول هيقدر يشتغل عليها بإذن الله، ويفاجئنا إن شاء الله ويمتع كل المصريين ويكونوا أكيد راضين عن الأداء. تحياتنا لحضرتك طبعا كابتن أشرف خضر مدير عضو اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا وصباحك زي الفل. صباح الفل، أشكرك. شكرا جزيلا. كم
مشاهدينا نستكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا، ولكن استأذنكم فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية، انتظرونا. بجد اتابع حضراتكم مشاهدينا، مؤخرا طبعا شفنا عالميا المنتخب البلجيكي في كاس العالم والمنافسات عنده مهاجمين اقوياء جدا زي روميلو لوكاكو، ولكن وايضا مارتينيز واحد من نجوم الدوري الايطالي، ولكن كان في بعض الملاحظات الفنيه من المدير الفني للفريق البلجيكي او المنتخب البلجيكي على اداء هؤلاء اللاعبين، فكان الحل الامثل هو الاستعانه بنجم الكره الفرنسيه ونجم نادي ارسنال الانجليزي تيري هنري عشان يبدا يشتغل على هؤلاء اللاعبين في قصه تطوير ادائهم الفني داخل ارضيه الملعب، وان هو يديهم بعض الافكار او الخداع الكروي وبعض الحلول الفنيه عشان يبدا هؤلاء اللاعبين يطبقوها. الحقيقه التجربه نجحت بشكل كبير جدا، وشفنا المستوى الرائع والاختلاف اللي كان موجود عند روميلو لوكاكو وقد ايه مستواه ابتدى يتطور، وبدا كمان في الانتر يتطور اكتر واكتر، دلوقتي مع تشيلسي اصبح لوكاكو مختلف. كل القصه دي اللي انا عايز ابرزها لحضراتكم وهي الاستعانه بمدير تطوير لاداء اللاعبين في الاونه الاخيره. طبعا هؤلاء المدربين بيكون هدفهم الاساسي هو تطوير اداء اللاعبين سواء على المستوى الهجومي او حتى لاعبي خط الوسط الدفاعي او حتى المدافعين. برز اسماء كتيره جدا، واعتقد كمان تجربه مع محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني المصري اللي حظ في بدايه احترافه ان هو يتدرب ايضا مع مدرب خاص عشان يطور مهاره انهاء الهجمات، كل ده ابتدى يحصل عالميا، ولكن في مصر مؤخرا شفنا امثله كتيره جدا بتلجا لهذه الفكره. مصطفى محمد، عمر السعيد، مصطفى فتحي، احمد سامي، عبد الله بكري، كل هؤلاء اللاعبين، شكري نجيب، واخيرا محمد شريف واحد من مهاجمين النادي الاهلي، وانتشر موقع طبعا على موقع التواصل الاجتماعي فيديو كده لمحمد شريف اثناء تدريبه مع احد هؤلاء المدربين عن خدعه، وكان السؤال واضح جدا لمحمد شريف الماتش اللي جاي عندك ايه؟ رد محمد شريف وقال الماتش في افريقيا عندنا نهضه بركان. التركاية او الخدعه اللي عملها هذا المدرب مع محمد شريف هي اللي كانت هدف الفوز للنادي الاهلي في شباك نهضه بركان في مباراه السوبر، فمن هنا بدات الفكره انها تكون موجوده عند هؤلاء اللاعبين ان هم يستعينوا بهذا المدرب. هذا المدرب هو احمد جميل، مدرب تطوير اداء اللاعبين اللي عامل طفره كبيره جدا في الدوري المصري للعديد والعديد من اللاعبين اللي دفعت نادي المقاولون العرب بقياده الكابتن عماد النحاس ان هو يكون ضمن اعضاء الجهاز الفني رسميا هذا الموسم. فرح اعتقد فكره هامه جدا، وكويس قوي ان احنا نشوف لعيبه مصر كمان ان هم يشتغلوا على نفسهم بره، ده صحيح. بدل بما لا يتعارض مع الاحمال البدنيه الزائده، لازم يكون في تنسيق كمان ما بين اداره الانديه وهذا المدرب. بص يا غانم، هي نفس الفكره بتاعت انك انت يكون عندك لايف ستايل دايما بتمشي عليه، او ان انت كلاعب كوره عايز تطور نفسك. تطور نفسك دي بتبقى شامله حاجات كتير قوي، تطوير اداء وتطوير نظام ذهني وفكري، تطوير ان انت تطور لغه، وان انت تبتدي تشتغل على نفسك بدني حتى لو انت مش هتاذي نفسك طبعا كاحمال مع النادي، ان انت تبتدي تتابع مع دكتور خاص بالتغذيه علشان تبقى مهتم بالجانب الغذائي عندك. اي تطوير خارجي ممكن يضيف لاي لاعب في اي مجال يخليه متميز احنا بننصح بيه، لانه دايما اللعيبه بتيجي من الاجتهاد. اي لاعب ممكن يكون عنده مهاره بس ما يكونش عنده الامكانيه انه يشتغل على نفسه. كل اللعيبه بيكون عندها مهارات ربنا سبحانه وتعالى بيديها لها، بس دايما بتشيد بايه؟ باللي ممكن يكون ما عندوش نفس المهاره بس قدر يشتغل على نفسه ويطور نفسه فيوصل للمرحله دي. فدايما بنتكلم على الناس اللي بتعرف تشتغل على نفسها صح، ودي جزئيه حلوه قوي وفكره رائعه ان يكون في كمان تدريب او مدربين لتطوير اداء اللاعبين علشان يكون عندهم مهارات اعلى، فده يفيدهم طبعا مع فرقهم. وطبعا دي من الحاجات اللي اكيد هيكون في لقاء مع حضراتكم دلوقتي خاص مع الاستاذ احمد جميل مدرب تطوير اداء اللاعبين كابتن احمد جميل، هنروح مع حضراتكم للقاء ده ونرجع مره ثانيه. لا انا البدايه بتاعتي انا كنت لعيب كوره اولا، بعد كده حصل دروب في الكوره فاتجهت لموضوع التدريب ده ان انا عايز ابقى متميز شويه في حته ان كل الناس تشتغل في الجيم والفيتنس والكلام ده كله، فانا كنت عايز اخش في حته التكنيكال دي شويه لانها مش موجوده في مصر والحمد لله قدرت انجح فيها بشكل كويس.
ببتدي اشتغل على اللعيبه انديفيدوال، كل واحد لوحده بشكل مختلف بطريقه مختلفه حسب اتجاهات لعبه وطرق لعبه واسلوبه. فابتديت انظم الموضوع ده يعني من وجهه نظري والكورسات اللي انا اخدتها. انا كنت اشتغلت الموضوع ده في وقت الكورونا، فما كانش في حاجه لايف ان احنا نخش فيها وناخد كورسات، فكان الموضوع كله كان اونلاين. فكنت انا بشتغل على نفسي في موضوع الاونلاين ده لحد ما الحمد لله يعني ابتديت اشتغل على اللعيبه كلها بشكل كويس. هو موجود بره بشكل كبير قوي في كل فرقه جايبه اللي هو الراجل التكنيكال، المدير الفني بيجيب الراجل ده بيبقى معاه بصوره دايما، بياخد برضه حصص من التدريب ووقت معين. هنا في مصر مش متواجد قوي الموضوع ده، يعني مش متواجد قوي الموضوع ده بصفه كبيره. يعني حتى انا كان سابق ليا ان انا اشتغلت مع كابتن ربيع في المنتخب منتخب 2001، وبعد كده اشتغلت في معاه بتروجيت. حاليا انا في نادي المقاولين. بالنسبه للعيبه اللي انا بمرنها، لا يعني هم ما شاء الله كتير قوي، يعني مش عايز انسى حد، يعني شريف مصطفى، شكر نجيب، عمر السعيد، اسلام جابر، محمود حمدي، عبد الله بكري، طارق حامد، الناس دي كلها معايا. بالنسبه للموضوع ده بص، هو انا شغالين مع شريف من بدري قوي، بس كان ممنوع ان احنا ننزل حاجه لحد ما الحمد لله يعني خلاص خدت زي ما بيقولوا ايه الاشاره ان انا خلاص انزل. فابتديت ان انا دايما بشتغل مع شريف. انا عامه في الفراوده دايما بشتغل على حته الحاجه اللي السيرد باك ما يحسهاش او يستوعبها، ان هو الراجل دايما عايز يلف بيه، انا ما بلفش بيه، انا ممكن اعمل تشانس لنفسي واحط الكره من اي اتجاه حسب اتجاه الكره واعد الجسم واحط. ده اللي احنا اشتغلنا عليه. هو دايما الناس معظم الفراوده بتبصي وبترجع عشان تاخد الايه الكروس باس، فانا ما عنديش الكلام ده. احنا ممكن نعمل تشانس احسن من كده ان احنا نقطم او نعمل او نعدل لنفسنا يعني. فانا عندي حته الفرود لازم أن يبقى اناني شويه. فشريف احنا اشتغلناها كتير قوي، يعني اشتغلنا الجمله دي تقريبا تلت ساعه لحد ما ظبطت معاه، والحمد لله يعني خدت ثماره برده وحصلت في ماتش كمان مهم قوي وتيبيكال، يعني تيبيكال بالظبط الحمد لله. طيب. بالنسبه للفراوده بتبقى كل واحد على حده وكل واحد ليه شغله وليه طريقته الخاصه، فبناء عليه هو بيكلمني الاول، انا ما بكلمش لعيبه وان احنا نتمرن الكلام ده، هو بيكلمني فبناء عليه انا بشوف الدنيا ماشيه معاه ازاي واخطائه والكلام ده كله بناء على الماتشات وتحليلها. فببتدي اظبط، لا احنا عندنا 1 2 3، احنا عندنا كسور في الحته الفلانيه، احنا مش بنفنش بطريقه معينه او بزوايا مميزه للفراوده بالذات. انا بحب اشتغل على برضو زي الناس اللي هي بره، اللي هو الفرود زي بره بالظبط. كلنا بنشوف اجوير والناس دي كلها بتخلص من نص فرصه، ما عندهاش مبدا ان انا لسه هلف واحط والكلام ده كله. فانا بشتغل على كده بالظبط، بنشوف بنحلل الدنيا بناء برضو على تمارينه عشان ما يبقاش فيه البدني بتاعه ما يتصابش ما يتعورش الكلام ده. احنا كل اللي بنشتغله ان احنا ممكن نشتغل تلت ساعه نص ساعه اللي احنا عملناه الماتش اللي فات غلط، هنبتدي نشتغل عليه وبنشتغل عليه على طول لحد ممكن نكرره نص ساعه، ما عندناش مشكله خالص. والله لما باجي اشتغل مع الفراوده برضه انا قلت لك ان انا بحب اشوفه هو ايه مميزاته واجيب انا نقط ضعفه واكد له على مميزاته. لو هو بيشتغل بالهيدرز هاكد له من جميع الزوايا، لان احنا دايما في معظم اللعيبه في مصر هنا بيلعبوا بجبهه وجبهه لا، يعني زي الناس الشول تلاقي اليمين غير الشمال، برضه الهيدرز كده في واحد بيلعب من فوق. يعني مصطفى اشتغلت عليه تحت كويس قوي، مصطفى محمد، شريف اشتغلت عليه فوق كويس قوي، العكس صحيح، شكري سرعات تحركات، عمر السعيد ازاي الف والشورت سبرنت بتاعه يبقى ازاي كويس، لان عمر في اللونج تايم في الجري في المسافات الكبيره بيبقى كويس قوي، في الشورت بيبقى ايه الدنيا بتبقى مش كويس قوي. فببتدي اشتغل عليه واحده. لا مين قال كده، انا موجود في نادي المقاولين انا وكابتن احمد، كابتن احمد سيد معايا، ده حد كويس جدا، بس هو ملوش في شغل الميديا، انا اللي ليا في الميديا عشان كده انا اللي ظاهر. لكن هو ما شاء الله برضه مع لعيبه وبيتمرن مع لعيب، يعني اللعيبه اللي انا بمرنها هو بيكون موجود معاها بشكل كويس قوي. لكن احنا شغالين في نادي المقاولين مع كابتن عماد النحاس، يعني من اول سيزون احنا شغالين معاه. لا هم اصحابي، يعني قبل ما نكون احنا مدربين احنا بنتكلم على الاخطاء بص براحتنا قوي، يعني ممكن اقول اللي انا عايزه، لكن احنا اصحاب في الاول وفي الاخر، يعني مش لعيب ومدرب خالص. عشان اقدر بس اخد منهم اللي انا عاوزه لازم نبقى اصحاب، ما ينفعش ان انا ابقى مدير فني وهم لعيبه والكلام ده، لا احنا اصحاب وبنتكلم في اللي احنا عايزينه في اي وقت.
اكيد واحده من المهارات المهمه جدا اللي لازم كل لاعب ان هو يشتغل على نفسه ويبدا يطور من نفسه عشان يوصل لافضل مستوياته الفنيه في مشواره داخل الملاعب. كنا في بدايه الحلقه سالنا حضراتكم عن احد الاسئله، وهو من المدرب الذي حقق رقم قياسي بالفوز 3 مرات بدوري ابطال اوروبا. تعالوا سريعا نستعرض مع حضراتكم ابرز الاجابات او الاصح منها ايه. انا وطبعا فرح ونشوف الاجابه الصحيحه في نهايه الاجابات. أول تعليق جدا من سعد رمضان بيقول زين الدين زيدان مع المارينجي. أحمد سكر بيقول زيدان وكارلو أنشيلوتي. أما مينا بيقول أنشيلوتي وزيدان وباب بيرني مع ليفربول. مع ليفربول. طبعا دي كانت الاجابات الصحيحه، اخر اجابه كانت اصحهم، وبرده اللي قبلهم كمان كانوا صح. زين الدين زيدان بالفعل عملها قبل كده، وانشيلوتي ايضا، وبالاضافه الى بوب بيزلي اللي حقق الـ3 ألقاب مع فريق ليفربول. هنروح مع حضراتكم دلوقتي اكيد بقى الفتنس او ان احنا نروح الجيم، دي جزئية لا تتجزأ من حياتنا جميعا، يعني كلنا بنحافظ دايما على لياقتنا، كلنا دايما بنكون عايزين نروح الجيم، ولكن فكرة ان انت تروح الجيم بقى وتتدرب تمرينات صح، ما تقعش في اخطاء، ما تضرش نفسك، تكون بتعمل تمرينة متناسبة مع جسمك، دي مهمة قوي. ده هنشوفه دلوقتي في فقرة الفتنس اللي هنروح مع حضراتكم نشوفها علشان نشوف كده الخطأ أو الأخطاء الشائعة اللي ممكن أي حد فينا يقع فيها في الجيم ونتعلم منها علشان ما نعملهاش. نرجع لكم مرة تانية. أهلا بيكم في حلقة جديدة على On Time Sport. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن رياضة الجيم أو كمال الأجسام. الناس كلها دلوقتي متجهه ان هي تتمرن وتلعب في الجيم، بس المشكله انهم بيمشوا تبع معلومات غلط او مفاهيم غلط، فالنهارده هنحاول نصلح مع بعض المفاهيم دي عشان نمشي صح. جدولك التمريني انت بتقسم جسمك لـ5 أيام ويومين راحه. في الـ5 أيام دول انت بتمرن يوم عضله الصدر، يوم عضله الكتف، يوم عضله الظهر، ويوم عضله الدراع، ويوم عضله الرجل. هنبدا نتكلم عن اول عضله النهارده وهي عضله الكتف. عضله الكتف بتتكون من 3 أجزاء او 3 رؤوس، الرأس الأمامي والجانبي والخلفي. دايما في تمرينك بتحاول تركز انك تلعب عضلتين او حركتين لكل عضلة، يعني الكتف الأمامي بتلعب له شكلين، الشكلين لازم يكونوا مختلفين عن بعض عشان تقدر أقصى استفادة للكتف. بتحاول تلعب حاجة تزود الحجم بتاع العضلة وحاجة تلعب على الزوايا او الكيرفات بتاع العضلة. فمثلا لو بدأنا النهاردة اليوم بتاعنا الكتف ان احنا اتمرنا كتف أمامي، هتلعب بار أمامي. البار الأمامي بيحاول يزود لك الحجم بتاع الكتف. البار الامامي لازم تكون مركز وانت بتلعب ان كتفك ما يتفردش للاخر وما تنزلش بيه للاخر، لان عضلات المساعده فيه التراي بتساعد في التمرينه، وفي نفس الوقت عضله الشيست العالي بتساعد، فلازم تكون مركز اكتر تركيزك انك تحرك الاماميه الكتف الامامي. وانت بتلعب عضله الكتف الامامي لازم تركز ان كوعك يكون قدام بزاويه 90 درجه عشان خاطر يركز اكتر حاجه على الكتف الامامي، وتحاول دايما تخلي الريست مفرود عشان تبعد عن الاصابات. تاني زاويه هتلعبها في الكتف هي الكتف الجانبي، تلعب تجميع جانبي بالدمبل، تحاول برضو انت بتطلع تكون مركز ان جسمك يكون بزاويه 90 مع الكتف، تحاول تطلع لاقصى درجه وتنزل. والشكل التاني للكتف الجانبي انك تلعب رفرفه جانبي. رفرفه جانبي نفس الوضع، دمبل او طاره او كيبل جانبي. اخر زاويه بتلعب عليها في الكتف وهي الكتف الخلفي. الكتف الخلفي عضله مهمه وصغيره جدا وبتصاب كتير، فلازم تكون في بدايه تمرينك تكون مسخن كويس كتفك عشان تتجنب الاصابات دي وتكون عامل استرتشات كويسه. الكتف الخلفي هتلعب حبل خلفي، وممكن تلعب الحركه الثانيه بالدمبل خلفي. دي التمارين الاساسيه للكتف انت بتلعبها باوزان حره. طبعا لو الجيم عندك متاح فيه اجهزه ففي اجهزه كتير ممكن تلعب عليها، زي جهاز الدفع الامامي للكتف او جهاز الرفرفه الجانبي، في عندك جهاز السحب الخلفي ممكن تلعب عليه كتف خلفي، بس بتكون مهتم بالزوايا بتاعتك تكون مظبوطه. ولو الترابيس عندك ضعيفه ممكن تدخل لها شكل في الاخر، بس اهم حاجه في تمرينه الكتف تكون مهتم جدا بالتسخين، لان الكتف بيشتغل معاك في كل التمارين بتاع الجسم، والكتف من اهم العضلات اللي موجوده في جسمك ومن اكتر العضلات اللي معرضه للاصابه. فقبل تمرينك ما تقلش عن 5 دقائق تسخين واسترتشات لعضله كتفك كويس، وتبدا تمرينك وانت كتفك فيه ضخ الدم كويس والاربطه بتاعتك مشغله ومستعده انها تتمرن.
لازم اكيد كلنا نخلي بالنا واحنا بنروح الجيم ما نقعش في الاخطاء دي، علشان اكيد صحتنا وصحتكم كمان تهمنا. دايما بنكون معاكم في كل صباح وبنحاول ان احنا نفيدكم اكيد بكل اخبارنا الرياضيه وفقراتنا المتنوعه. يا رب تكون الحلقه النهارده نالت اعجاب حضراتكم جميعا، وكنت مبسوطه جدا بوجودي معاك يا غانم. بالتاكيد، ونهايه اسبوع مثمره، يعني عندنا ان شاء الله بكره مباراه مصر، بنتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا الوطني المصري، وان شاء الله تكون الصداره والحسم لان احنا نتاهل لمرحله التصفيات النهائيه باذن الله، حليفه منتخبنا غدا باذن الله. كل التوفيق لرجال منتخبنا، وبشكرك يا فرح، وشكر موصول اكيد للساده المشاهدين. كده نكون وصلنا لختام هذه الحلقه، بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، ان شاء الله اللقاء يتجدد ولكن مع بدايه الاسبوع المقبل.